الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش. بدات الان وتستمر كالعاده لمده ساعتين، نتابع فيها كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء في مصر او بره مصر. جوه مصر، على مستوى بطوله كاس مصر، بيراميدز اول المتاهلين الى الدور نصف النهائي من البطوله الاعرق في تاريخ الكره المحليه المصريه، بعدما ضرب البنك الاهلي بثلاثه اهداف نظيفه، لينتظر المتاهل غدا من الزمالك او المقاولون العرب في الدور نصف النهائي من المسابقه. اما غدا فمنتخبنا الوطني الاولمبي يلتقي مع منتخب غينيا من اجل بلوغ حلم اولمبياد باريس 24. منتخبنا تصدر مجموعته فيلتقي مع وصيف المجموعه المقابله، وحلم الاولمبياد يتحقق باذن الله غدا، ثم الحلم التالي هو التتويج ببطوله افريقيا للمره الثانيه على التوالي بالوصول إلى المباراة النهائية لمواجهة إما المغرب وإما منتخب مالي بإذن الله. أما الأهلي فبعد التعادل مع فيوتشر بالأمس وتأجيل حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، فالاستعدادات استمرت مباشرة من أجل مواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء للاقتراب خطوة جديدة ناحية تحقيق اللقب. فكيف يفكر الأهلي حينما يحسم لقب الدوري القريب من خزائن القلعة الحمراء؟ ده هنتكلم عنه خلال هذه الحلقة بإذن الله، اللي هينورنا فيها الكابتن محمد سمير نجم الكرة المصرية وقائد فريق زد الصاعد حديثا ولأول مرة إلى الدوري المصري الممتاز. بعد ثواني قليلة يبدأ الماتش، يلا بينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش. النهاردة كان عندنا المواجهة الأولى في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وجمعت ما بين بيراميدز والبنك الأهلي. البنك الأهلي العائد من خسارة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في الدوري المصري، خسر بثلاثية جديدة لكن من بيراميدز في بطولة كأس مصر. الثلاثية النظيفة سجلها إسلام عيسى بواقع هدفين، وبينهما فخري لاكاي بهدف من ضرب الجزاء. كان خلال هذه الضربة قد حصل موسى دياوارا على بطاقة حمراء بعد بطاقتين صفراوين بسبب دفع مصطفى فتحي اللي ارتكب ضده ضربة الجزاء. علشان يتأهل فريق بيراميدز بهذه الثلاثية الكبيرة إلى المباراة نصف النهائية، منتظرا إما مواجهة الزمالك أو المقاولون، ويلتقيان غدا بإذن الله. الحقيقة أنه نتائج البنك الأهلي فيها تعثر واضح، بدليل أنه حتى الجولات الأخيرة من المسابقة ما زال بيسعى لتأمين بقائه في جدول الترتيب، وإن كان هو أفضل حالا من الفرق اللي تحتيه واللي وضعها أصعب بالنظر لعدد النقاط الأكثر نسبيا اللي بيمتلكها البنك الأهلي. ولكن النهاردة داخل أرض الملعب بدأ التأثر الواضح بالارتباك بنتائج الفريق، بضغط المباريات المحلية في المرحلة الحالية. فاستغل بيراميدز هذا التفوق لفريق بيراميدز على حساب البنك الأهلي وهزمه بثلاثية دون مقابل. مستر بابا فاسيليو انتقد بشدة الكابتن محمود بسيوني حكم المباراة بين الشوطين وهو خارج، فضل ماشي وراه عشان يتكلم معاه بلوم وعتاب قوي بسبب البطاقة الحمراء اللي حصل عليها موسى ديوارا وضربة الجزاء اللي كان اتطرد بسببها. على الجانب الآخر فبيراميدز نتائجه الحقيقة بتسير بشكل ممتاز لو بنقسم المواسم لفترات، يعني فمن ساعة خسارة لقب الكأس ولقب السوبر اللي شارك فيه بديلا عن الزمالك في مواجهة الأهلي، والنتائج كلها 100% نجاحات، والفريق بيتقدم دلوقتي خطوة جديدة للموسم الثاني على التوالي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وهو بيسعى إلى أن موسمه اللي لعب فيه نهائيين ربما يتوج فيه ببطولة، ولكن لسه عنده صراعين لازم يخلصهم إذا أراد تتويجا بالبطولة الأولى في خزائن فريق بيراميدز. نستعرض التشكيلات بتاعة الفريقين سواء بيراميدز أو البنك الأهلي. أقول لكم أن بيراميدز النهاردة كان أحمد الشناوي هو اللي بيحرس المرمى، مباراة كبيرة ما تعرضش لاختبارات كتيرة هو عموما، بعكس أبو جبل اللي اهتزت شباكه ثلاث مرات. علي جبرو أحمد سامي في قلب الدفاع، محمد الشيبي ناحية اليمين ده اللي صنع الهدف الثالث لإسلام عيسى، عمل مباراة كبيرة قوي محمد الشيبي قبل ما ينزل مكانه أحمد فتحي. محمد حمدي ناحية الشمال، وكالعادة أداء دفاعي جيد جدا من محمد حمدي وهجومي حينما يحتاج بيراميدز مساهماته الهجومية. أحمد توفيق كان في نص ملعب قدامه، وليد الكارتي وبلاتي توريه، مصطفى فتحي وإسلام عيسى
وفي المقدمة فخري لاكاي اللي سجل هدفا، وتغييرات اتعملت تباعا ابرزها او اخرها كان فخر الدين بن يوسف اللي بيقضي ايامه الاخيره مع بيراميدز بعد انتهاء تعاقده بنهايه الموسم الجاري، ولم يتم التوصل الى اتفاق لتجديد التعاقد مع نجم الهجوم التونسي. اما بابا فاسيليو فواجه باتشيكو بهذه التشكيله، محمد ابو جبل في حراسه المرمى، امير مدحت وسعيد سامبوري في قلب الدفاع، محمود الجزار ناحيه اليمين خد انذار يعني ومن حسن حظه انذار طلعه بعدها بابا فاسيليو عشان ما يبقاش طرد هو كمان، اسحاق يعقوب ناحيه الشمال، حمدي علاء ومحمد فتحي في نص الملعب ومعهم محمود سيد، اسلام جابر وموسى ديوارا وكريم بامبو في المقدمه، وطرد الجناح الايسر بنهايه الشوط الاول من المباراه. تباعا برضو اتعملت شويه تغييرات، نزل محمد بسيوني، نزل باسم مرسي من اجل محاوله تقليص الفارق في مباراه بدت منذ دقائقها الاولى متجهه ناحيه الفريق الذي فاز في النهايه هو بيراميدز. بمناسبه محمد ابو جبل، هو بيدرس بعض العروض المقدمة إليه وفي نفس الوقت بيبحث عن بعض العروض الأخرى سواء داخلية لكن اللي بيبحث عنها خارجية، وده ضمن محاولات أنه هو يخرج. هو محمد أبو جبل كان بالنسبة له تجربة البنك الأهلي دي تحدي مهم جدا بعد تحدي الزمالك وبعد الطريقة اللي مشي بيها من الزمالك واللي عملت شوية ارتباك مع البنك الأهلي، ما ساعدتوش هو والفريق ظروفه ان هو يعرف يقدم المستويات الجيدة، ورغم كده عاد الى المنتخب في المعسكر الاخير اللي بلغنا بيه بطولة امم افريقيا، وبالتالي هو شايف ان الموسم ده بدأ كافيا، فبدأ ان هو يسعى الى دراسة العروض او البحث عن عروض مختلفة خارجيا بالنسبة للحارس الدولي محمد ابو جبل. طيب، بما ان الكسبان من مباراة النهاردة اللي هو بيراميدز هيلتقي مع الكسبان من مباراة بكرة، فتعالوا نتكلم شوية عن مباراة بكرة ما بين الزمالك والمقاولون العرب. الفريقان تنافسا هذا الموسم على مستوى الدوري في رحلة البحث عن المراكز المتقدمة، والزمالك هو اللي عرف يكمل في الصراع فدخل للمربع الذهبي. المقاولون بشهادة الكل الحقيقة عامل موسم جيد جدا طبقا لأفكار النادي اللي كان بيصارع ضد أو من أجل البقاء الموسم اللي فات. الموسم ده ارتاح جدا في الدوري مبكرا بشكل مختلف تماما عن الموسم الماضي، ده غير انه كمان الكابتن شوقي غريب المخضرم نجح في انه يعمل العديد من الاشراكات للاعبين شباب وما حسيتش في اي وقت من الموسم رغم اهتزاز النتائج في بعض فترات الموسم بان الفريق في خطر. وبالتالي في ضوء الصراع اللي دار ما بين الفريقين هذا الموسم، صراع جديد لكن هذه المرة على مستوى كأس مصر. الزمالك يبحث عن انتصار جديد بعد 3 انتصارات محلية في الدوري، فأسوريو أعلن قائمته لمواجهة المقاولون العرب، وجاءت قائمة الفريق الأبيض كالتالي. الزمالك في قائمته محمد صبحي ومحمد نديم، لسه لم يجهز محمد عواد للعودة. خط الدفاع حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمد عبد الغني النهاردة تدرب بشكل طبيعي وانضم إلى قائمة مباراة الغد بعد التحقيق اللي أجري معه واللي فيه سئل عن بعض الأمور، وبعد ساعة ونص من التحقيقات اتقال له لا غرامة عليك وعودة إلى القائمة بشكل طبيعي. مصطفى الزناري وأحمد فتوح وأحمد محمود باقي قائمة الزمالك على مستوى خط الدفاع. أما الوسط فاروقة وبيسو وعمر السيسي ونيمار سيد عبد الله وأحمد سيد زيزو، أحمد عبد الرحيم إيشو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإبراهيم أنداي، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري، ناصر منسي بيعزز القائمة، سامسون أكينيولا بيعود بعد اكتمال جاهزيته، وعلي ياسر اللي شارك أساسيا في لقاء غزل المحلة الماضي. أما المستبعدون فهم محمد عواد لعدم الجاهزية، عبد الله جمعة للإصابة في العضلة الخلفية، حسام عبد المجيد وحاتم سكر لتواجدهما مع المنتخب الأولمبي، وأحمد بالحاج لتأخر وصوله إلى القاهرة وإبلاغه لمسؤولي الزمالك بأنه أصيب بوعكة صحية أخرت عودته إلى القاهرة من إجازات عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. مصطفى شلبي إصابة بكسر في وجه القدم، سلامات يا شلبي، كانت عرض ليها في مباراة المحلة. دونجا بسبب إصابة بشد عضلي في لقاء المحلة، زي ما قلت لكم امبارح هيغيب عن مباراة الغد. ومحمود شبانة أيضا لإصابة بكدمة في الركبة.
طيب بعيدا عن القائمة فتحكيم أو حكام مباراة الغد، الحكم الدولي محمد معروف هو اللي هيقود هذه المواجهة، واتحاد الكرة أعلن قائمة الحكام اللي هيديروا هذه المواجهة وهي كالتالي: محمد معروف في حكم الساحة، هيعاونه شريف عبد الله وصالح محمد مساعدين، عمرو رمضان حكم رابع، محمد نهاد حكم فيديو، ويعاونه أحمد لطفي مساعد حكم فيديو. طبعا مع الوضع في الاعتبار ان غير المباراة دي هيكون عندنا مباراة تسبقها، هي مباراة ام بي مع النجوم ايضا في الدور ربع النهائي، وفيها الكابتن وليد عبد الرازق هو حكم الساحة. غدا وفي الثامنة مساء منتخب مصر الأولمبي يلتقي مع منتخب غينيا. كنا تصدرنا المجموعة بعد ما كسبنا منتخب الجابون، وقبلها انتصرنا على منتخب مالي، وكنا بدأنا بتعادل أمام منتخب النيجر. الانتصار كانت أهميته معنوية بكل تأكيد، إلى جانب كونها مفيدة على مستوى فني، وهو أن تواجه الوصيف في المجموعة الأخرى، مش أن تواجه المتصدر صاحب الأرض وهو المنتخب المغربي المحتمل أن نلاقيه في النهائي حينما بإذن الله نمر من محطة غينيا. ولكن النظرة دلوقتي وإحنا بنتكلم النهاردة مش بس على مستوى التتويج باللقب، بل على مستوى التتويج ببطاقة المشاركة في أولمبياد باريس، باريس المشتعلة يمكن في الأيام الماضية على مستوى الشارع الفرنسي. ولكن يعني من حسن الحظ إن الأولمبياد لسه السنة اللي جاية، لأنه دلوقتي في بعض البطولات الرياضية مهددة اللي مقرر أن تستضيفها باريس في الأشهر القليلة المقبلة بسبب الأحداث دي إذا استمرت. أما على الأولمبياد اللي هيتلعب في باريس، فمصر تسعى إلى الوصول إليه. زي ما شفنا في الصورة، دعم هذا الرجل البرازيلي مرافقه البرتغالي والمدير الفني لمنتخب مصر الأول مستر روي فيتوريا. النهاردة طار إلى المغرب علشان يدعم المنتخب اللي بيتدرب في طنجة وبيخوض مواجهاته في ملعب ابن بطوطة، ودي كانت من مكاسب ان احنا تصدرنا المجموعة ان احنا نبقى في نفس الملعب اللي بدأنا عليه البطولة ولعبنا ثلاث مباريات سابقة. وعلى جانب اخر اطمننا على محمد شحاتة اللي كان غاب عن اللقاء الماضي، وبسبب غيابه تأثر نسبيا خط الوسط، لانه التوليفة بتاعت محمود صابر ومحمد شحاتة مع احمد نبيل كوكا في أول ماتشين كانت عملت شوية شغل. محمود صابر سواء بزياداته، محمد شحاتة نفس القصة، كوكا كمان لما بتحتاجه بيزيد وبيعرف إنه يلم في خط الوسط بشكل إيجابي. بعد ما اتصاب الماتش اللي فات وأراد أن يريحه مستر ميكالي، فلعب محمود جهاد، فشكلنا الهجومي ما كانش كويس، تأثرنا شوية. فعودته بكل تأكيد مهمة، وأي لاعب بيكون جاهز عموما ده بيكون مفيد جدا بالنسبة لأي مدير فني. وإن شاء الله بكرة نبارك ونهني ونتأهل إلى الأولمبياد رسميا للمرة الثانية على التوالي، ولكن هذه المرة تحت قيادة مستر روجيريو ميكالي المدير الفني البرازيلي، اللي تحدث في المؤتمر الصحفي قبل المباراة وكانت تصريحاته كالتالي: المدير الفني المتوج بأولمبياد ريو دي جانيرو مع منتخب البرازيل كانت تصريحاته: المواجهة مع غينيا صعبة والمنتخب استعد للمباراة جيدا. أهنئ لاعبي منتخب غينيا على ما قدموه حتى الآن في البطولة. نمتلك محللين أداء قاموا بتحليل نقاط القوة والضعف في منتخب غينيا، ونسعى للعمل على هذه النقاط. على فكرة منتخب غينيا هجوميا منتخب جيد ومزعج. سعيد بوجود 4 لاعبين من المنتخب في التشكيل المثالي لدور المجموعات بالبطولة. باقي عناصر المنتخب يستحقون التواجد في التشكيل الأمثل لأنهم السبب في ظهور الجميع بشكل جيد. لو هتلاحظ تصريحات ميكالي دايما فيها دعم معنوي للعبته، دايما ان هو الثقة فيهم، ودايما انه بيمسك الحاجات البسيطة اللي تكون كويسة وبيحاول انه ينميها في هذا المنتخب. منتخب مصر فريق جماعي، ولا فارق لدى الجهاز الفني بين اللاعب الأساسي والاحتياطي، والجميع جاهز للمشاركة. أعلم بوجود ضغوط جماهيرية ورغبة في الفوز دائما، وأحاول جعل هذه الضغوط إيجابية مع اللاعبين ليكونوا على قدر المسؤولية. أعد الجماهير بمواصلة القتال في البطولة لتحقيق هدف الصعود إلى أولمبياد باريس وحصد اللقب الإفريقي. أوجه الشكر إلى دولة المغرب على التنظيم المميز للبطولة من كل الجوانب.
دي كانت تصريحات مستر روجيريو ميكالي اللي هنأ 4 لاعبين من أصل 11 اختيروا في قائمة الأفضل في دور المجموعات، وهم كالتالي. تعالوا نستعرض الأسماء ال11 وبينهم المصريين سواء أسامة فيصل أو إبراهيم عادل أو المتألق حمزة علاء أو حسام عبد المجيد، لأنه ال11 كانوا كالتالي: الأغلبية ربما من منتخب المغرب، أو إحنا أكتر من المغرب، مالي هم أكتر الفرق تمثيلاً. مصر منها حمزة علاء حراسة المرمى، قدامه الثلاثي سيسي من مالي، حسام عبد المجيد من مصر، بوكامير من المغرب، إبراهيم عادل من مصر في خط الوسط، دياكيتي من مالي، دوكوري من مالي، دوكوري برضو من مالي. في المقدمة الزلزولي هداف البطولة من المغرب، وبرجاوي من المغرب أيضا، وعلى مستوى خط الهجوم أسامة فيصل من مصر. وأنا مبسوط جدا أولا للأربعة، ثانيا لأسامة فيصل، لأنه الحقيقة ده تقدير كبير جدا للمجهود اللي بيعمله. والمهاجم مش بس لعيب بيسجل جوال، هو جاب جول من ضربة جزاء في المباراة الماضية، لكن الحقيقة الدور اللي بيقوم بيه على مستوى محاولة الربط وعلى مستوى أنه يدي حرية لإبراهيم عادل، أو أنه هو يديله حلول لما يقرب له، وأنه يسيب منطقة الجزاء كتير، دي كلها مجهودات تستحق أنه يتحط في القائمة الأفضل في دور المجموعات. ربما الإهدارات دي كلها آفة عانى منها هذا المنتخب، لكن في الآخر سجلنا هدفين بعد هدف، وإن شاء الله بكرة نسجل 3 بعد هدفين إن شاء الله، وليه لأ. طيب تعالوا نروح إلى الأهلي شوية. امبارح الأهلي اتعادل مع فيوتشر، وشفنا ردود الفعل اللي مستاءة من فكرة الفقدان لنقطتين، وانه لا احنا ما بنخسرش نقطتين، وان احنا عايزين نخلص الدوري بدري بدري، وان حتى لو الدوري قريب فليه ما تخلصوش دلوقتي بدل ما تخلصوا بكره. ودي كلها امور بيعتبرها لعيبه الاهلي او المسؤولون في النادي الاهلي، هي باعتبارها يعني البنزين او الوقود اللي بتواصل بيه سفينه الاهلي قنص البطولات. ولكن في النهايه هي غير مزعجة داخليا بالنسبة للأهلي فكرة التعثر، لأنه في النهاية ممكن يكون ليها أسباب. أولا أنت بتلعب مع فريق فعلا قدم أداء بطولي امبارح، وبعدين كان واضح أنه هو فيوتشر حاطين تحدي خاص قدامهم امبارح، أنه هو ما ينفعش نخسر من الأهلي. شفت أنا حتى على مستوى التغريدات والمنشورات على إنستغرام من أغلب لعيبة الفريق وهم بيحيوا بعض، يعني لعيبة فيوتشر، على أن هم ما خسروش قدام النادي الأهلي. فالنادي الأهلي طبيعي أنه مع تلاحم المباريات ممكن يلتقي بفريق يعرف يكون درسه، والحقيقة فيوتشر كان دارس الأهلي بشكل جيد امبارح، هدده في الشوط الأولاني وعرف يدافع قدامه في الشوط الثاني. ده علي معلول بالمناسبة هو رجل الجولة الحالية من الدوري المصري الممتاز باختيار رابطة الأندية. فالأهلي تأخر نسبيا فكرة التتويج باللقب بالنسبة له بعد التعادل بالأمس. طيب الاهلي مستني دلوقتي ماتش الاسماعيلي وبيستعد للمواجهه يوم الاربعاء. طبعا بالنسبه للاسماعيلي هي مباراه برضو، ويا سلام لو نضمن البقاء في الدوري من خلال مواجهه الاهلي. ضمان البقاء ده ممكن يبقى بنقطه على حسب برضو نتائج الاخرين المنافسين من اجل البقاء، ويا سلام لو ب3 نقاط، لانه اكيد هيبقى ساعتها معناها البقاء في الدوري رسميا، وما ادراك ان ياتي امام الاهلي. ودي فيها استعدادات خاصة داخل الإسماعيلي دلوقتي بظروفه المختلفة، لكن بعد أداء جيد أظهره أمام أسوان. أما الأهلي فبالنسبة له الإسماعيلي خطوة للاقتراب من جديد ناحية التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز. الانتصار إذا تحقق بالنسبة للأهلي هيبقى يلعب ماتش الاتحاد، وهو أقرب خطوة يخش على ماتش الزمالك قد يحسم. طيب دي كلها كلام عن اللي جاي على مستوى إمتى ياخد الأهلي الدوري، هو الأقرب نظريا وعلى الورق وعمليا كمان ربما، لكن ما بعد الحصول على الدوري؟ في ناس تحب أن أنت ما تستبقش الأحداث، تمام، لكن أنا بقول لكم كيف يخطط مستر مارسيل كولر في حالة التتويج بالدوري قبل نهاية المسابقة اللي ماتشات الأهلي فيها تخلص إمتى؟ آخر الشهر الحالي. فلو الأهلي مثلا حسم الدوري نهاية هذا الأسبوع يوم السبت، لأنه ممكن بيراميدز يتعثر أو حاجة، لو الأهلي حسم الدوري
ساعتها هتبقى القصة. طب ما تيجي نحط البلان بقى للي جاي، هقول لكم انا كيف يفكر مارسيل كولر. اجتمع مارسيل كولر مع المعاونين لي وعرض عليهم فكرة انه مهم ان احنا نخلص الدوري بدري، وفي حالة حسم لقب الدوري تعالوا مع بعض ندي راحات للأساسيين، لأن الموسم اللي جاي ممتلئ بالمباريات الكثيرة القوية وضغط المباريات ما بين كأس عالم للأندية، ما بين دوري، ما بين كأس، ما بين بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما بين سوبر أفريقي مباراة واحدة، أو بطولة السوبر ليج الأفريقي، دي كلها حاجات كتيرة قوي. فالرجل اقترح على الإدارة فكرة ضرورة إراحة الأساسيين فور حسم الدوري، ياخدوا كلهم راحات، بل ويأخذ هو أيضا راحة، وإن الكابتن سامي قمصان هو من يقود الفريق فيما تبقى من الموسم المحلي على مستوى الدوري. أقرب ماتش للأهلي بره الدوري هو في الكاس يوم 30 من الشهر الجاري بإذن الله، وإحنا بنتكلم على مباراة الداخلية في دور ال 16 من البطولة، لكن عنده 5 يوليو الإسماعيلي، الأربع، الاتحاد يوم السبت، الزمالك يوم 13، المقاولين يوم 16، حرس الحدود يوم 19، بيراميدز 23. فيا سلام لو خلصنا مثلا في الاتحاد، يريح كل ده الاساسيين، وهو والكابتن سامي قمصان يتولى المسؤوليه، ويرجع الفريق عامل انتعاشه من اجل الموسم المقبل. في اخبار اخرى عن الاهلي وعن الزمالك وعن الكره المصريه بل والكره العالميه، لكن تعالوا مع بعض نطلع لفاصل، وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في الماتش. اهلا بيكم مره تانية في الماتش. النهارده انتصار بيراميدز بيواصل بالنتائج الايجابيه على مستوى مبارياته في المرحله الحاليه، وبيتقدم خطوه كاول المتاهلين الى الدور نصف النهائي من بطوله كاس مصر. وعشان كده معانا على التليفون الكابتن هاني سعيد نجم الكره المصريه والمدير الرياضي لنادي بيراميدز. كابتن هاني اهلا بيك، منورنا. اخبارك يا كابتن؟ كله كويس؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ببارك لك على الفوز الكبير النهارده على التاهل للدور نصف النهائي. الحمد لله رب العالمين، فضل وكرم من عند ربنا الحمد لله. الملاحظ قبل ما نتكلم شويه عن مباراه النهارده، ان الفريق بخطى ثابته بيتقدم، وما بتحسوش بيلاقي صعوبات كبيره في المباريات اللي يمكن العشر مباريات الماضيه، ففي تحسن واضح واستقرار باين للمشاهد. هل ده ليه تفسير ممكن نسالك عنه كابتن هاني؟ بص، لا يعني انا شايف ان فكره بس ان تكسب كام ماتش ورا بعض، يعني تكسب ثلاث اربع ماتشات ورا بعض، فبتبدا تاخد ثقه اكتر، فبيبدا الموضوع يخش في ناحيه الاستقرار اكتر. أيوة. مع الاستقرار برضو في التشكيل، الاستقرار في كل حاجه، فدي الحمد لله. زائد ان اللعيبه الحمد لله حالتها كمان كويسه، يعني برضه طبعا ساعدت، فكل ده مع بعضه خلت الدنيا الحمد لله يعني ظاهره بالشكل الحمد لله اللي احنا فيه كويس. النهارده هدف مبكر قدام البنك الاهلي، اعتقد سهل بشكل نسبي الامور بقيه المباراه. فرق طبعا كتير، مبزوج في الاول بدري طبعا بيفرق كتير، وطبعا ان انت تنهي الشوط ب2-0 وفي طرد كمان الحمد لله، دي سهلت برضه اكتر الحمد لله. التاهل لنص نهائي كاس مصر للنسخه الثانيه على التوالي، بعد ما كنتوا وصلتوا للنهائي النسخه اللي فاتت اللي هي اتلعبت السنه دي، بيمثل لكم ايه كاداره في الفريق؟ بيمثل طبعا حاجه كويسه جدا، دليل ان احنا الحمد لله ماشيين بشكل كويس، ماشيين بخطى ثابته الحمد لله. بس نتمنى بقى ان شاء الله ان الموضوع يعني يعدي ما هو بعد كده ان شاء الله يعني. لانه النهائيات مش اسعد لحظات عشتوها مع بيراميدز. لا مش اسعد لحظات، بس في الاخر هو ده يعني ده الطبيعي في الكوره، بس ان شاء الله احنا هنفضل نحاول لحد ما ان شاء الله يعني ربنا كده كده ان شاء الله في الاول اشتغلنا كويس هيجيب لنا التوفيق باذن الله. الصدام المقبل هيكون اما مع الزمالك او المقاولين، بتشوفوا ازاي ماتش بكره ده كمنافس محتمل ليكم كابتن هاني؟ بص انا بشوف ان في الاخر انا ما يهمني فرقتي عامله حالتها ازاي وعامله ايه، هي دي اللي فارق معايا في الاخر. انت ممكن حسابيا او انت لو هتستخدم العقل شويه هنقول ايه، والله طب يا ريت مثلا المقاولين يكسب الزمالك، فبحيث ان انا العب المقاولين مثلا. أيوة. اسهل شويه من الزمالك، وعادي جدا انت ماتشات الكاس انت ما بتبقاش مضمونه، وبعدين أيوة. فريق المقاولين عامل السنه دي كمان موسم كويس جدا. فانت دلوقتي ما لا يعني انا بالنسبه لي ما بحسبهاش كده، انا بحسبها ان انا بس عايز حاله فرقتي ان شاء الله تبقى كويسه، وايا كان بقى اللي هيجي بعد كده خلاص انت لازم تبقى مستعد له، سواء بقى الزمالك سواء المقاولين انت لازم تبقى مستعد ان شاء الله لاي حاجه من الاثنين. مظبوط. طيب بعد مبروك طبعا امبارح الناس بتعمل الحسابات بتاعت حسم الاهلي للقب الدوري، وانه ده تاخر نسبيا بعد التعادل مع فيوتشر،
هل انتوا كمسؤولين في نادي بيراميدز بتبصوا لها نفس البصه الحسابيه دي، ولا بالنسبه لكم بما انه اللقب ما زال غير محسوم فالتعادل بتاع الاهلي ده بالنسبه لكم امر سعيد؟ بص، اكيد طالما الموضوع ما اتحسمش رسمي فانت خلاص، انت في الاخر هي كوره وما تفهمش ايه اللي ممكن يحصل فيها. رغم ان هقول لك الموضوع مش سهل طبعا، طبعا مش سهل، بس في الاخر انت ما قدامكش غير ان انت حاجه مش في ايدينا كمان، فهو قدامكش غير ان انت تبقى مستني لحد ما الموضوع يبقى محسوم رسميا. يعني احنا هنفضل نكمل كده لحد الاخر، واللي هيحصل هيحصل بقى. ايوه، هل انتوا حاطين فكره فيما يخص امتى مثلا هتريحوا اللعيبه، ولا كلهم هيكملوا بكامل القوام لنهايه الموسم الممتد لسه لنهايه الشهر كابتن هاني، باعتبار ان عندكم انتوا مباراه الاهلي في اخر الشهر؟ عشان دي اتكلمنا بالظبط، اتكلمنا عنها انا وانت قبل كده في البرنامج، فقلت افهم دلوقتي. هنرجع للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها على طول. خد بالك انت، ماتشات الدوري خلاص هي اتحسمت لحد يوم 23 هو اخر ماتش. مظبوط. لكن دلوقتي في كلام بيتقال ان احتمال يبقى ماتش قبل النهائي كمان الكاس ممكن يتلعب. طيب هل دلوقتي انا لما اجي اقول حد اجازه ولا هل ينفع افكر اصلا في الموضوع ده طالما الحاجه دي لسه ما اتحسمتش؟ عندك حق. طيب انا احسم ازاي؟ يعني انا مثلا دلوقتي انا عايز ادي اجازه للعيب، ومثلا يبقى عندي ماتش كاس كمان 10 ايام ولا اسبوعين، طب ادي اجازه ازاي؟ ايوه، فخلاص مش حد، فانا مستني طبعا اعرف، انا مستني اعرف يعني في حاجات بالنسبه لي انا لسه، في حاجتين بالنسبه لي هم هيحددوا لي كل حاجه، يعني بالنسبه للامتى مين يريح مين نبدا امتى ننهي امتى. الاول موضوع كاس مصر ده، ان انا هلعب اذا كنت هلعبه دلوقتي ولا خلاص ده هيبقى الموسم الجديد. الحاجة الثانية في دوري ابطال افريقيا، هل انا هبدا هلعب من الدور التمهيدي ولا انا هلعب من الدور اللي بعد كده؟ دي ما وضحت لكمش لسه يا كابتن؟ لا لسه لسه. اتكلمنا قالوا يعني في الاتحاد الافريقي الكلام اللي جالنا ان هو ممكن هيبقى جدا يبان من يوم 10، يعني من 10 الشهر ده ان شاء الله، يعني كمان اسبوع. تمام، مفهوم. عشان كل الفرق يعني الفرق كلها تكون اتاهلت خلاص. ايوه، لدوري الابطال، فيبداوا على فيتعرف التصنيف بقى بتاع كل الفرق بالظبط، فيبداوا على اساس هيحددوا. لكن دلوقتي احنا مش معروف، لان يعني طبعا لو احنا بدانا في الدور التمهيدي فانت هتلعب بقى تقريبا على 19/8. ايوه، فهيبقى مفيش وقت اصلا ان انت تدي اجازه طويله بقى وتبدا فتره اعداد وكده، مش هيبقى في وقت اصلا تعمل كده. مظبوط. بس فاحنا مستنيين الحاجتين دول عشان نقدر نحددهم، واتمنى موضوع الكاس ده يتحدد بسرعه عشان احنا عارفين برضو الدنيا ماشيه ازاي. ايوه مفهوم. واعتقد ده بالنسبه لكم برضو مهم علشان تكونوا حسمتوا كل الملفات الخاصه سواء بالقادمين او بالراحلين عن الفريق يا كابتن هاني. بالظبط، يعني بالظبط. لازم احنا نبقى عارفين كل حاجه، يعني لازم نبقى عارفين يعني بس نعرف مواعيد مش اكتر عشان على اساس نعرف احنا هنتصرف ازاي. طيب كان اخر مره اتكلمنا في انه ربما في بحث بيراميدز عن مهاجم الموضوع بيسير بتقدم، هل حسم الملف ده ولا لسه؟ لا لسه ما حسمش. لسه. هل بالفعل بلاتي توريه قد يرحل عن الفريق بنهايه الموسم؟ لا لا، ما فيش كلام ان بلاتي يرحل ان شاء الله، هو موجود باذن الله معايا. ما فيش. طيب حاجة عن برضو القادمين، وهو انه من شوية حتى يمكن رئيس الزمالك الصادر بقرار بعزله مرتضى منصور، كان اتكلم على انه بيراميدز يبعد عن امام عاشور، وانه واضح انه معلومات وصلت لهم انه بيراميدز من الفرق القريبة من ضم امام عاشور، فهل في حاجة ممكن نعرفها عن القصة دي؟ مفيش. بص، هو مفيش حاجة، بس أنا ممكن أعلق على اللي أنت قلته، يعني أنا ممكن أعلق على الكلام اللي أنت قلته. هو في حاجة من ناحيته ومفيش حاجة، يعني بخصوص إمام مفيش حاجة. بس لكن هو السؤال هو يعني البيراميدز يبعد عن إمام عاشور عشان مش عشان الزمالك هيجيبه ولا عشان إيه اللي هيحصل؟ باعتبار إن بيراميدز بيغري اللاعبين بمقابل مادي أكتر من اللي بيعرضه الزمالك، وبالتالي اللاعب بيستغل ده في زيادة سعره يعني. والله بص، يعني هو ده الكلام اللي بس الناس بتقعد تتكلم فيه كتير، يعني كلام ملوش اساس من الصحه، هو كلام بس هو بيتقال عشان يعني بص في لعيبه كتيره بتيجي تبقى يعني معلش انا هدخلك في حته ثانيه مش مالهاش دعوه شويه باللي انت بتتكلم فيه، بس عامه في لعيبه حتى لما بتبقى عايزه ما بتكلمش على امام. بس برضه كلامي واضح. ماشي، مفهوم. ان في لعيبه عشان تقول لك انا بيراميدز بيكلمني بالظبط كده. انا بيراميدز هو اللي بيكلمني عشان مثلا يزود فلوس او حاجه، لكن ماسك في الاخر هو ما فيش اي حاجه. بس يعني خلاص بقى، يعني مش كل حد يطلع يتكلم يجيب اسم بيراميدز في اي حاجه وخلاص يعني. لكن امام نقدر نقول انه بيراميدز عايزه او مش عايزه، نعرف نحدد ده كاجابه من حضرتك كابتن هاني دلوقتي؟ خد بالك، امام من اللعيبه الكويسه جدا واللعيبه اللي ممكن يبقى اضافه في اي فرقه، يعني هو من اللعيبه اللي هو اثبت حتى في الفتره اللي هو فيها مع الزمالك ان هو من الفتنتين اللي خد فيهم الزمالك الدوري. ايوه، كان امام ليه دور كبير في الفريق. أيوة. فهو يكون اضافه، هو اضافه، لكن في حاجه ان احنا اتكلمنا او في حاجه او مفيش حاجه. مفيش حاجة. طارق حامد برضو اسمه ارتبط ببيراميدز أكتر من مرة، حتى وإن كان لسه ما خرجش كلام رسمي عن نهاية علاقته بالاتحاد السعودي، فهل في أي دقة في المعلومة دي؟
خالص خد بالك، ما هو طارق برضه انت هتروح تتكلم على اللعيب ازاي وهو مرتبط في النادي بتاعه، يعني هو ده مرتبط بعقد مع النادي بتاعه، لو النادي بتاعه مثلا سابه ده موضوع تاني. مفهوم. لكن طالما هو مرتبط مع العقد هروح اتكلم مع طارق على اساس ايه، او هقول له ايه، او هتكلم في ايه، طالما لسه مفيش حاجه اصلا اتكلم فيها. طيب لاعبكم وليد الكارتي ارتبط اسمه بالنادي الاهلي، معلومتي انا انه مش هيمشي وليد الكارتي. مش هيمشي وليد الكارتي. وليد الكارتي مش هيمشي. ده امر واضح بالاتفاق يعني. لا وليد الكارتي يعني وليد الكارتي لعيب بالنسبه لنا كبير ولعيب مهم في الفريق بس وهو مبسوط كمان معانا، فما اعتقدش ان احنا يعني ليه افرط في وليد الكارتي يعني. لاي اتجاه، مش الفكره في الاهلي او لا يعني. لا خالص والله انا ما اقصدش الاهلي خالص على فكره، انا بتكلم عامه وليد احنا محتاجينه حتى لو في نادي تاني. حتى لو بره مصر اصلا. قريت اكيد الخبر اللي بيقول ان الكارتي نفسه هو اللي كان عايز يسمع قصه عرض الاهلي دي، فهل ده حقيقي او لا؟ لا مش حقيقي. مش حقيقي يعني الكارتي يريد الاستمرار مع بيراميدز؟ ان شاء الله. ماشي تمام. اخيرا يعني بتمنى لك كل التوفيق يا كابتن هاني، وعايز اسمع منك انت كلمه لمنتخب مصر الاولمبي اللي هيلعب بكره مباراه نص نهائي امم افريقيا المؤهله للاولمبياد ان شاء الله. بص ما في، احنا قدامنا في البطوله دي هدفين يعني، هدف ان احنا ان شاء الله نوصل الاولمبياد، ده الهدف الاساسي بالنسبه لنا، والهدف الثاني ان شاء الله نفوز بالبطوله. مظبوط. بس فاللعيبه بس تبقى عندها ثقه في نفسها. انا شايف الفريق يعني الحمد لله، طبعا احنا فكره برضو ان ما جبناش المغرب في قبل النهائي دي حاجه برضو كويسه، ان احنا ان شاء الله ده مش معناه ان ماتش غينيا سهل، بس ده برضو بيقول لك ان انت لا يعني الحمد لله انت برضو الى حد ما برضو مش المغرب على ملعبها وفي وسط جمهورها هيبقى الموضوع مختلف شويه. فلازم يعني يشيلوا بقى اي حاجه من فكرهم، يعني يشيلوا البطوله من فكرهم او هيعملوا ايه في الماتش اللي بعديه، طالما انت بس اهم حاجه الهدف الاساسي الاولاني ان احنا نوصل ان شاء الله للاولمبياد، وده نحققه ان شاء الله في الماتش اللي جاي بتاع غينيا. بعد كده بقى ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله نكسب، نفكر بقى في البطوله ان شاء الله، دي بيبقى ليها حسابات ثانيه يعني، بس اللعيبه بقى عندها ثقه في نفسها ان هي تقدر تكسب البطوله يعني ان شاء الله. ابراهيم عادل كان احد اربعه من المنتخب النهارده تواجدوا في التشكيله الافضل على مستوى دور المجموعات. ابراهيم خلاص يعني احنا عارفين مستوى ابراهيم الحمد لله، هو ممكن الفتره اللي فاتت كان يعني كان لسه كان بعيد عن مستواه شويه، وده عادي في الكوره بعد ما رجع من اصابه برضه طويله. بدا يرجع لمستواه، اتمنى ان شاء الله ان هو ياخد احسن لاعب في البطوله باذن الله، واتمنى انه يجي له، انا كمان نفسي ابراهيم يطلع يحترف بره بصراحه يعني، رغم ان انا كمان انا محتاجه يعني، بس انا عايزه يحترف بصراحه. ده تمهيد لانه ده قريب انه يحصل، ولا ليه دي امنيتك كابتن هاني؟ دي امنيتي، بس في الاخر خد بالك يا ابراهيم في البطولات اللي زي دي انت ممكن لو ظهرت بمستوى مميز انت يعني عادي يجي لك عقود احتراف عادي جدا يعني. مظبوط صح. في عرض الماني فعلا وصل لكم بخصوص ابراهيم؟ لا مفيش عروض رسميه وصلت خالص؟ لا رسمي ما فيش حاجه في الفتره الحاليه، مفيش عروض رسميه؟ لا مفيش. ولا داخليه؟ لا مفيش بجد. مفيش بجد. طيب لكن امنيتك ان يحترف في الخارج؟ انا دي امنيتي بصراحه. امنيتك، وانا بشكرك جدا كابتن هاني، وبتمنى لك كل التوفيق، نورتنا وشرفتنا، ومبروك مره تانية التاهل الى نصف نهائي بطوله كاس مصر. نرجع للاهلي مره تانية، و قلت لكم الاهلي بيفكر ازاي اذا حسم بطوله الدوري اللي بيراميدز نفسه بيرى انه صعب قوي ان احنا نكون بنتكلم على الدوري كمنافس للاهلي، ولكن لم يحسم شيء حتى الان. انما على مستوى الصفقات بقى، بعيدا عن قصه امام هنرجع لها كمان ثواني يعني، لكن على مستوى المهاجم ليه؟ لانه طبيعي جدا لما الاهلي يمشي عنه حمدي فتحي، وده لسه لم يعلن رسميا لكن هيعلن يعني، حتى مسؤوله الوكرة بيتكلموا خلاص دلوقتي عن اختيار حمدي فتحي وايه اسباب الاختيار والكشف الطبي اللي اتعمل، والامور ماشيه في خلاص في طريق الاعلان الرسمي، ومع التقدم النسبي في سن عمرو السوليه، ومع بعض اللاعبين اللي في نص الملعب اللي قد يصل عروض اليهم، فطبيعي ان يبقى كل الكلام رايح في ناحيه دعم مركز خط الوسط، زي ما اتقال مننا اول ناس انه وليد الكارتي الاهلي استفسر عن احتماليه ضمه، زي ما قلنا فكرة إمام عاشور ورأي مارسيل كولر فيه وتحركات الأهلي، زي ما بيتقال على بوبو واقتراب الأهلي من ضمه على حسب موقف فيوتشر، وبالتالي خط الوسط خد شوية من تفكير الجمهور، لكن بكل تأكيد ما خدش من اهتمامات الناس بخصوص مركز المهاجم الصريح في النادي الأهلي، اللي يعتبر واعتبر وما زال يعتبر أولوية بالنسبة للأهلي ولمارسيل كولر. أنت داخل على بطولات قوية جدا، كأس عالم للأندية، تاني بقى كل البطولات بتاع السنة الجاية، وبالتالي مع نجاح هذا الموسم، محدش يقدر يقول إن هو مش موسم ناجح أبدا، مع نجاح الموسم ده
بكل تأكيد وجود مهاجم بمواصفات يريدها المدير الفني هتعلي من الجودة بتاعة الأهلي، وبالتالي لسه ده في حسابات الأهلي. طب كيف بقى يتحرك الأهلي بخصوص المهاجم الأجنبي؟ إدارة التعاقدات مع المشرف على فريق الكرة أو على ملف قطاع الكرة في النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ورئيس النادي طبعا، أعادوا تناول بعض الأمور الخاصة بالتعاقدات اللي الأهلي كان تحرك فيها بالفعل في يناير الماضي. ما احنا عندنا قائمة من اللاعبين اللي واخدين موافقة كولر عليها وتحركنا بالفعل للتفاوض معها، وبالتالي في باب مفتوح للكلام، مش بنفتح أبواب جديدة. الأهلي بيفتح أبواب جديدة حتى الآن، يعني في كل الاتجاهات ما بين العربي والإفريقي ويعني غير المصري في كل الاتجاهات. لكن بالنظرة دي فاكرين اللاعب جوستافو سوزا، لاعب جومبك هيونداي الكوري البرازيلي اللي هو تعطلت صفقته بسبب طلبات طلبها بسبب ما رأى الأهلي أنه كان إيعازا من برونو سافيو جناح الأهلي، اللي من ساعة القصة دي ما اتقالت ما لعبش إلا مباراة واحدة لمدة 6 دقايق تقريبا، فاكرينه؟ ده الأهلي يدرس حاليا إعادة فتح ملف البرازيلي جوستافو سوزا. بما أن كولر مقتنع بيه فأنت مش محتاج تدرس تاني القصة، فممكن تقرب وجهات النظر نشوف ليه بعد ما كان موافق فجأة تغيرت آراؤه وقراراته ورفض مرة تانية. فيمكن نتكلم ونسمع وناخد وندي، فالمفاوضات تفتح من جديد بهات وخد، فتقترب الأمور فينضم جوستافو البرازيلي إلى الفريق. ما تيجوا نستعرض، ماشي، ما تيجوا نستعرض سريعا جدا الأرقام بتاعة جوستافو سوزا مع الفريق بشكل عام وهذا الموسم. هو بشكل عام لعب 124 مباراة مع فريقه ده، سجل 51 هدفا وصنع 16. من فبراير من بعد نهاية موسم الانتقالات الشتوي اللي الأهلي كان عايزه فيه، لعب 17 مباراة الموسم الحالي، والموسم بيبدأ في فبراير هناك. سجل خلالها 5 أهداف فقط، 1 بس في الدوري و4 في الكاس، والأربعة في مباراة واحدة كانت من 4 أيام بالظبط تقريبا أو 5 أيام في بطولة الكأس في كوريا زي ما حضراتكم عارفين. تعالوا نروح بقى للمنتخب الأولمبي مرة تانية ونرحب هاتفيا بالكابتن محمود حرب مدير منتخبنا الأولمبي. كابتن محمود أهلا بيك منورنا. إزاي حضرتك عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ عاش من سمع صوتك. حبيبي ربنا يخليك ولا كتر خير. مفرحنا بصدارة المجموعة ومخلينا متفائلين بإذن الله بشأن مباراة بكرة قدام غينيا. يا رب إن شاء الله. والله الناس هنا فعلا يعني اللعيبة كله مركز، الجهاز مركز، كلنا جايين وعلى هدف واحد بس، إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا وناخد البطولة إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن النقطة دي بتكررها بعد ما قالها ميكالي، وهي دايما انتوا بتحطوا هدف التتويج بالبطولة، فحسيت ان انتوا عايزين تبقوا رايحين للهدف الأبعد باعتبار ان الأولمبياد هي الهدف الأقرب على مستوى الترتيب. يعني انتوا حاسبينها ازاي بالنظر لتركيز دايما على فكرة عايزين ناخد البطولة عايزين ناخد البطولة؟ بص، هو يعني أول اجتماع اجتمعناه مع اللعيبة هنا قلنا لهم احنا جايين هنا ناخد البطولة. يعني ان شاء الله وصول الاولمبياد دي طبعا حاجة كويسة ونوصل لها، هدف كويس ان شاء الله ونوصل له ان شاء الله، لكن دايما هدفك بيبقى على الخطوة اللي احنا شغالين عليها دلوقتي البطولة. أيوة. زي ما كان عندنا هدف الاول ان احنا نوصل لكاس الامم، وصلنا كاس الامم وربنا كرمنا. هدفنا ان احنا ناخد البطولة ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد البطولة، وهو ده اللي احنا شغالين عليه. لكن وصول الاولمبياد طبعا حلم، هو لو حققها نبقى حققنا الهدف اللي انت وصلت منه من كاس الامم ان انت توصل للاولمبياد، لكن ان شاء الله لما ناخد البطوله هتدينا اكيد دفعه قويه جدا للجيل ده ولينا كلنا. يعني مظبوط بكل تاكيد. الفرقه اخبارها ايه؟ هل في اي اصابات ممكن تمنع اي لاعب من التواجد بكره؟ لا الحمد لله ما عندناش اي اصابات، ما عندناش اي ايقافات، الحمد لله كلنا كاملين لبكره ان شاء الله، ربنا يكملها على خير ان شاء الله. محمد شحاته رجع جاهز للمباراه؟ اتمرن النهارده تمام كويس وجاهز ان شاء الله للمباراه. الانذارات رفعت بنهايه دور المجموعات؟ بنهايه الدور بالظبط كده رفعت، ما كان عندناش حالات ايقافات ولا اي حاجه الحمد لله. ممتاز. مستر روي فيتوريا النهارده المدير الفني للمنتخب الاول بيوصل للمغرب، بيحضر المران، بيؤازر المنتخب الاولمبي، ايه تفاصيل ما دار النهارده كابتن حرب؟
والله احنا فوجئنا بطلب مستر فيتوريا ان هو يجي، هو على فكره جاي من اجازته كمان، هو مش جاي من مصر يعني، تمام. فجانا مخصوص ان هو يحضر التمرين النهارده ويحضر مباراه بكره ان شاء الله. اكيد رد فعلها كويس، حاجه كويسه جدا لما تلاقي لعبة منتخب مصر الاولمبي بتتمرن ومدير فني المنتخب الاول صح. بيتفرج عليها، اكيد دفع معنويه كويسه جدا. واكيد ان شاء الله ان شاء الله كلها مردود بكره برضو ان شاء الله في الماتش ان شاء الله. هنتكلم مع اللعيبه او في وقفته مع مستر ميكالي حصل لقاء مع اللاعبين؟ لا لا لا، هو سلام على اللعيبه بس كده، سلام بس، عارف في رسائل بتوصل من غير كلام صح، يعني، انا متفق. اللي هو انا جاي لكم وبتفرج على التمرين عند تمرينكم وهتفرج على الماتش بكره، فدي لوحدها وجوده بيفرق اكيد يعني، صح. بيفرق لشكل المنتخب، لمنظر كل لعيب. انت لعيب دلوقتي بتلعب في منتخب اولمبي، انت المفروض خلاص بعد البطوله دي ان شاء الله لو ربنا كرمك اسمك هيختلف مظبوط. على المستوى، اذا كان المحلي او اللي هيجي له عقود يحترف بره، هتختلف مع كل حد، مع كل لعيب يعني. فهي رسالة، عارف الرسالة بتوصل بالنظرات مش صح بتوصل بالكلام يعني. صح لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله، لان زي ما بقول لك انا قلت لهم يا جماعه انا حاجز التذاكر 9 7، فانا مش هرجع قبل 9 7، فاللي يرجع معايا يرجع، انا مش هرجع قبل كده، لا ان فان شاء شاء الله الله الحمد ترجعوا لله 9 يعني سبعة ربنا وانتوا يكرمنا معاكم ان شاء الذهب الله بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان ان شاء شاء الله. الله. يمكن ميكالي اتكلم اكتر من مره على قصه اهدار الفرص وعلى علاج النقطه دي، سواء في تصريحات للموقع الرسمي في الكاف او غيرها. ايه اللي دار في اليومين اللي فاتوا بخصوص النقطه دي قبل ماتش حساس وحاسم زي ماتش غينيا كابتن حرب؟ احنا كلنا فوجئنا، ما نختلفش على اللي حصل في ماتش النيجر، اول ماتش صدمه كانت بالنسبه لنا كبيره جدا، 5 كور في العارضه. على راي كابتن ماركات قال لك انا ما شفتهاش في تاريخي في ماتش واحد 5 كور في العارضه دي، غير اللي اتصد، غير اللي طلع بره يعني، كان ماتش غريب. خضنا، بوظنا حساباتنا، عشان كنت رايح معاك انا جاي اعمل حسابي اخد اول 3 بونت في اي بطوله مجمعه بيفرقوا مع اي فرقه، اخد 3 بونت. ف يعني بص، واللي مفيد من الموضوع ده ان اللعيبه حاسه ان احنا خسرانين. انا كان المعسكر عندي ميتا، احنا كنا لقينا يعني كله حاسس بيتخض باللعيبه، ودي فرقت جدا مع اللعيبه. حتى مستر مكاري قال لهم يا جماعه احنا ما خسرناش، احنا ما طلعناش برضه في ايه؟ يعني الراجل اتخض حتى من التركيز ورد الفعل السريع من اللعيبه، هو ده اللي انا اثر افتكر على الماتش. النيجر ساعه كابتن حسن شحاته المنتخب الاول، لو تفتكر قصه المعزه دي، في ناس ربطت قالت لك بالظبط هو احنا بالظبط، قدام النيجر دايما ولا ايه؟ موعودين ممكن والله. بص احنا كل حاجه وارده، ولكن وانا بقول لك، لكن هي فعلا يعني ممكن تكون جت علينا فايده. ماتش مالي لعبناه بشكل مميز جدا، مالي فرقه كبيره وفرقه محترمه كويسه جدا، فده كان ليها مضمون فعل. ماتش برضو خلي بالك، ماتش جابوا لنا نفس الحكايه، اشتغلنا له وركزوا، الاهداف جت متاخره شويه، لكن في شغل بيحاولوا في التدريبات برضو، الراجل شغال برضو على الحته انهاء الهجمه دي، لان طبعا في الماتشات الكبيره انت ممكن تجي لك هجمه واحده بس وهي اللي تخلصك يعني، ايوه صح مش هتجي لك ممكن فرص كتير. صح مظبوط مظبوط. كل التوفيق ان شاء الله كابتن حرب، نقابلكم يوم 9 هنا في مصر بعد ما تكونوا كسبتوا بكره، رحتوا الاولمبياد وبعديها تاخدوا البطوله ان شاء الله. بشكرك جدا وسلامنا لكل البعثه، وبالتوفيق غدا باذن الله. نورنا الكابتن محمود حرب مدير منتخبنا الاولمبي المقبل على مواجهه غينيا غدا باذن الله في تمام 8 مساء. طيب قبل ما نسيب الاهلي، من شويه كنت بقول لكم على قصه امام عاشور، هنحكي لكم عنها حاجه. بعد الهتافات الجماهيريه اللي قالها عدد من مشجعي الاهلي بالامس في مدرجات استاد السلام في مباراه او قبل مباراه الاهلي مع فيوتشر، اللي هي امام مش عايزينه، صالح سليم مش ناسيينه، اختلفت اراء المشجعين ما بين وان الجمهور رايه يحترم، والبعض اللي بيتقال انه لا، وانه في الاخر اللاعب اعتذر، وانه لو اللاعب في مصلحه الفريق فانضمه، وإن الأمور بتختلف لو أنت عندك قدرة على تقويم اللاعب أو على تغيير طريقة تفكيره تجاهك بعدما ينضم إليك. ما عداش على مباراة امبارح تقريبا يعني أكتر من 12 ساعة، نص يوم، حتى كتب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ محمد الجرحي بوست على الفيسبوك، الجمهور أغلبه ربطوا بقصة امبارح. كتب على فيسبوك زي ما قدامكم عشان نكون متفاهمين مع بعض، عشان نكون متفاهمين مع بعض، رأيك احترمه ورأيي هنطبقه. فلو تلاحظوا يعني كل التغييرات كانت ليها علاقة بانه خلاص احنا ربطنا ان هو يقصد يعني انه رأيك ان انت مش عايز امام انا هحترمه، لكن رأيي ان انا مثلا عايز امام هجيبه هنفذه. فمثلا كامل
راح قال يا ريت بس المهاجم الصريح مش هيدخل افريقيا ولا كاس عالم الانديه قصاد السيتي واتحاد جده باللي عندنا محمد شريف وكهربا، بس بطريقه طريقه المشجع القافش من المستوى اللي هو حم شريف وحم كهربا. كريم جابر ايوه كده يا عم، ما محمد طمنتنا، دول 300 واحد وكلهم مواليد 2009. على فكره رايهم يحترم برضو، يعني برضو عادي ان الناس تبقى مختلفه عنك في الراي، فما تزعلش. تعالوا بقى نكمل باقي التعليقات. الباقي دي يعني كلها دي كانت عينه من تعليقات كانت كلها ماشيه في سكه ان المقصود هنا من عضو مجلس اداره في الاهلي قصه امام عاشور، لانه البعض قال صالح سليم نفسه قال ان المدرجات ما تحكمش، والبعض قال لا ده الجمهور هو اللي جابكم فالمفروض تحترم وجهه نظره، وبالتالي هي القصه ماشيه كده. انا ارجع واقول مع كامل الاحترام ان لازم فعلا يوضع راي الجمهور احيانا او عاده في الحسبان، لكن مش هو اللي بياخد القرارات. ومهم جدا انه يبقى دايما معروف مسؤوليات الناس، والواحد بشكل عام سواء كان مسؤولا في نادي او مسؤولا في اي مكان في الدنيا، في اي مكان في الدنيا لو فضل يسمع الاراء وياخدها وينفذها يبقى هو كده ما يستحقش المكان اللي هو فيه. ممكن ياخدها ويدرسها لكن هو اللي ياخد القرار، ده معنى الاداره. على فكره ممكن البوست ما يكونش ليه علاقه بالقصه بتاعت امام عاشور، وان ساعتها يكون يعني فن اختيار الوقت، يعني هو مش منطقي ان الوقت يكون كده ومش مرتبط بامام، لكن في كل الحالات الاداره لازم تعمل اللي هي شايفاه صح، ومش لازم تقول للناس انا هعمل اللي انا شايفه صح، لانه كده كده انت في وجودك لازم تعمل اللي انت شايفه صح. ف مش مهمة يعني، مش مهمة يعني. خليني بقى اروح معاكم لنقطة تانية مهمة جدا، وهي قصة الدوري المغربي. ناس كتير بتسألني في أي مكان، يعني في أي وقت لو نتقابل، هو الزمالك هيعمل صفقات أو كيف يفكر الزمالك على مستوى الصفقات، وبين يعني تقريبا 9 أسماء كلها متأكدين ان الزمالك كلمها، بل وبعضها من الداخل الزمالك خد توقيعها، وبعضها الزمالك ربط معهم كلام لكن لم يوقع، وبعضها الزمالك ربط معهم كلام ثم لم يتواصل معهم الزمالك من جديد. اعتقد انه السبب وراء عدم حسم اغلب الاسماء اللي الزمالك بالفعل فتح خطوط التواصل معها هو فكرة ان الزمالك، وده توقع واستنتاج فقط، إن الزمالك أساساً لا يدري هل هو قادر على قيد صفقاته في الصيف أم لا. دي نقطة لازم تبقى عارف إن هي منطقي جداً هي تكون في حسابات الزمالك. الزمالك عنده قصة خالد بوطيب، عنده قصة شيكابالا، وعنده قصص وقصص وقصص خاصة بالمستحقات اللي على الزمالك للأندية الخارجية أو اللاعبين الخارجيين، واللي الزمالك مهدد بقرارات واضحة من أنه ما يعرفش يعمل تعاقدات، ده غير الأزمة المالية اللي عند الزمالك أساسا. بس أنا بتكلم في أنه تحليلي أنا أنه الزمالك واضح أنه مش عارف يحسم صفقات، لأنه شوية حاطط في اعتباره أن أنا ما عملش نفس اللي حصل في حمدي النجاز ومحمود شبانه، وتفتكروا لما جبناهم وبعد ما جبناهم ما عرفناش نقيدهم، وعمر كمال عبد الواحد الزمالك حصل له كده ساعتها. ف ده هيودينا لنقطه مهمه جدا، وهي لانه نفس القصه في الاسماعيلي. اسماعيلي بس هو مشكلته ان هو عنده ازمه حاليه بتاعت انه عايز يقعد في الدوري، فمش عارف يفكر في اللي جاي اساسا، لكن نفس القصه في الاسماعيلي. اسماعيلي تقريبا عليه فلوس واصله لكام؟ يعني ملايين الدولارات لازم يسددها، ما بين لعيبة مشيت، ما بين لعيبة رفعت شكاوى، ما بين مدرب مشي، وهكذا وهكذا، زي الزمالك بس على درجة أعلى كمان من الصعوبة يعني. وانت بتتكلم هنا في ناديين من أهم أندية مصر على مستوى الجماهيري. هيتحل إمتى الموقف ده عشان ما تبقاش عايش فيه بتقريبا شكل شبه سنوي؟ بحلول منها ما اقترحه اتحاد الكرة في الفترة الماضية، وهي قصة انك تساوي المديونيات. وقصة اخرى مهمة جدا هي قصة اللي اتحاد الكرة قالها وما شفتهاش اتطبقت،
فاكرين لما اتحاد الكرة قال انه الأندية ملزمة بأن ترسل ميزانية ان الفريق بتاع الكرة لاتحاد الكرة قبل بداية كل موسم؟ فاكرين دي؟ اللي هو انت هتصرف كام وهيجي لك فلوس قد ايه؟ فبالتالي انت عارف التعاقدات وعارف ان النادي ده هيعرف يصمد ولا هينهار كما هو منهار الإسماعيلي وكما هو منهار الزمالك على مستوى الفلوس المستحقة عليه في الخارج، لأنه مش هيتقفل الزمالك ولا هيتقفل الإسماعيلي، هيبقيان، لكن من أجل البقاء، البقاء دي يعني أتكلم في الاستمرارية، يعني مهم جدا إنك تكون حاطط خطة لأنك ما تبقاش مديون، والخطة دي مش هيعملها النادي بنفسه، لأنه النادي بنفسه طول الوقت عايز يجيب لعيبة وعايز يكسب، فما عندوش مشكلة إن الأزمات اللي بتتراكم دي أهم حاجة أعرف أمشي يوم بيوم. ده الواضح من سياسات الكثير من الأندية. رابطة الأندية في الدوري المغربي عملت حاجة شبه كده شوية، وإن كانت يعني بقالها سنين بتحاول تعملها برضو وما بتنجحش. طلعت قرار يوم 27 يونيو في العيد إنه تلتين الأندية المغربية ممنوعة من ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. تلتين ليه؟ بسبب تراكم ملفات النزاعات للاعبيها ومدربيها السابقين أمام الاتحاد المغربي والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. رابطة الدوري قررت أنها تستدعي كل ممثلي أندية الدوري، اجتماع مغلق اتعمل يوم الاثنين اللي فات في ملعب محمد السادس، وكان المفروض يكون موجود فيه فوزي لقجع لكن اعتذر لأسباب عنده شغل تاني، وقعدوا معاهم وقالوا لهم صدقوا بقى على القرارات دي، محدش هيضم لاعبين إلا لما يدفع الفلوس المتأخرة اللي عليه سواء للاتحاد أو للاعبين السابقين أو للمدربين سواء كانوا محليين أو خارجيين، لأن بين الأندية وبين بعض في نزاعات، بين الأندية واللاعبين في نزاعات، بين الأندية ولاعبين غير مغاربة في نزاعات، وبالتالي ما قرها الفيفا، وبالتالي لا احنا كده هو الغرض من كده ان انت تضايق النادي؟ لا ما بتضايقش النادي، انت بتوقفه على حيله، انت بتوقف النادي على انه ما يبقاش مديون فيعرف يشتغل طبقا لامكانياته الحاليه بعد ما يسدد فلوس، فبتجبره انه يبدا يتحرك في الاتجاه الصح. من ضمن القرارات اللي هم فكروا يعملوها كمقترحات انه يبقى صيغه العقود مختلفه، صيغه موحده انه اي لاعب هتضمه تربط اداؤه بالمقابل اللي هياخده. يعني لو انت مثلا هتجيب لعيب ب 2 مليون دولار في السنه، ده رقم كبير قوي يعني بتكلم على اعلى حاجات في مصر يعني لو موجوده، فتمام 2 مليون دولار ده المجموع، لكن منهم 500 الف دولار اذا نجحت في تسجيل 10 اهداف مثلا، منهم 500 الف دولار اذا توج الفريق بمسابقه الدوري في النهايه، وبالتالي انت في نفس الوقت هتعرف تطلع ناتج افضل ناتج من اللاعبين بتوعك، وفي نفس الوقت هتعلي مستوى المسابقة نفسها. دي كلها بتبقى مقترحات الغرض منها، وفي نفس الوقت لو ما عملش كده فانت مش خسران فلوس كتير، فهتعرف تدفع الفلوس اللي عليك، فبالتالي انت كل حاجة هي عبارة عن شبكة يعني متصلة ببعض وفيها بعض الحلول المهم ان يتعايش معها الأندية المديونة وما اكثرها في مصر. طيب سريعا جدا نقول لكم شوية اخبار قبل الفاصل، وهي البداية مع السولية بيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل، وكولر قعد عمل تدريبات خاصة علشان يعالج قصة إهدار الفرص. الدكتور أحمد أبو عبلة قال إن السولية بينفذ برنامج التأهيلي بانتظام سواء في الجيم أو في الملعب، وإنه هيرجع للتدريبات الجماعية تدريجيا في المرحلة المقبلة. الأهلي بيجهز رحلات جماهيرية لجماهيره المتجهة إلى استاد برج العرب يوم الأربعاء لمواجهة الإسماعيلي، وهتكون رحلات مجانية. التجمع الساعة 12 الظهر أمام فرع النادي في الشيخ زايد، والأتوبيسات بتتحرك إلى الإسكندرية الساعة 1:30 ظهرا. طبعا مهم يكون معاك الفان آي دي بحسب ما أكد الأهلي وبحسب ما هو متعارف عليه يعني في ماتشات الدوري زي ما حضراتكم عارفين. بمناسبة الأهلي برضو، محمد فخري لاعب خط وسط النادي اللي كان لعب يمكن الماتش مش اللي فات اللي قبله قدام فاركو، شارك في بعض الدقائق، والمباراه اللي قبلها قدام ما كانتش فاركو عفوا البنك الاهلي، المباراه اللي قبلها قدام حرس الحدود برضو شارك لبعض الدقائق.
كان الكابتن محمود الخطيب اجتمع بمستر مارسيل كولر وقال له اعرف لي ايه موقف لعيبه خط الوسط، وده تصوري انه ليه علاقه بالتدعيمات اللي جايه، عشان مش هيبقى الاهلي عنده بتاع 12 لعيب في نفس المركز يعني في خط الوسط. فكولر اجتمع بمحمد فخري وقال له انت ايه موقفك الموسم اللي جاي؟ فمحمد فخري اللي بيتواجد بانتظام في قوائم النادي الاهلي لكن مشاركاته قليله، لكن هو يعتبر من لعيبه الصف الثاني على مستوى المشاركه في مركز خط الوسط، وواضح ان الراجل مقتنع بيه ان هو موجود في حسابات الراجل يعني، لكن مش صف اول، معروف الثلاثي بتاعه وبعديها بدائلهم ومعاهم محمد فخري. فسال فخري انت ايه نظامك السنه اللي جايه؟ محمد فخري اللاعب اللي يمكن انضم للاهلي من سنوات وطلع اعاره للبنك الاهلي ورجع تاني، كانت اجابته انه انا تحت امر النادي، ولو هيكون ليا فرصه في المشاركه السنه اللي جايه بالنظر برضو لان في احتمال لاعبين من خط الوسط يمشوا فانا موجود، لو هيكون فرص مشاركتي، هو عنده 24 سنه، فرص مشاركتي قليله فممكن ادرس العروض. فالراجل مارسيل كولر اتكلم معاه في النقطه دي في انه طيب بنهايه الموسم هنكون حسمنا الموقف وانت بالنسبه لك ادرس برضو موقفك واخترني بيه. محمد فخري بحسب معلوماتنا يعني بيمتلك بعض العروض ثلاثة، زد الصاعد حديثا، وده من خلال وكلاء مش من خلال تواصل رسمي مع الأهلي، الجونة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، بنقول يعني بنوجه الشكر والتحية لحسام الزناتي المدير الرياضي للجونة اللي النهاردة يمكن قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار والجونة نزلوا له بيان شكر، ونادي غزل المحلة النادي اللي هو النادي الاصلي لفريق لمحمد فخري اللي هو بدا فيه وقطاع ناشئين والاهلي استقدمه من غزل المحله، ولكن طبعا يبقى موقف غزل المحله من البقاء هو اللي هيحسم هل يختار فخري المحله ولا لا، ده اذا قرر الرحيل او الخروج عن الاهلي معارا في المرحله المقبله. بالمناسبه محمد فخري بقاله سنتين في عقده مع الاهلي، عقده ما انتهاش بنهايه الموسم الحالي زي ما البعض كتب، لانه كان الاهلي قبل ما هو يطلع البنك الاهلي عمل معاه عقد احترافي طويل الامد 5 سنوات، ناقص له منهم سنتين، السنه الجايه واللي بعدها. طيب بمناسبه ان انا قلت اسم فاركو من شويه، اي نعم في سياق غير صحيح، قلت قصدي مش فاركو، لكن فاركو امبارح انهى التعاقد مع الكابتن طارق العشري فيما بدا خبرا مفاجئا، بدليل ان هو حتى اتقال الساعه 1:02 اول ما الحلقه خلصت. وبالتالي الكابتن طارق العشري يمكن عمل نتائج كويسه جدا من ساعه ما تولى المسؤوليه خلفا للكابتن ايهاب جلال، نتائج كانت ممتازه، الفريق كان من ضمن ثلاثي الهبوط، بعدها ريح قوي في انه بقى ضامن البقاء في الدوري مبكرا، بقاله تقريبا مش اقل من ست جولات او حاجه، وبالتالي خرج من حسابات البقاء دي من بدري، لكن واضح انه نادي فاركو سياسته مختلفه للموسم اللي جاي. فكابتن طارق العشري رغم انه كان وقع سنه ونص، هم استعانوا بنصف سنة منهم، والسنة اللي جاية بقى اتغيرت الطموحات، عايزين فكر مختلف، عايزين مدرب يبدأ الموسم بأن هو اللي يبرم الصفقات، وعايزين هم يشتغلوا على ده، فغالبا هيكون مدير فني أجنبي مع بعض الأسماء المصرية المحتمل أن تتواجد في قائمة الترشيحات، أبرزها الكابتن علي ماهر، لكن الاتجاه الأساسي عند فاركو أن يكون أجنبي وليس مصريا. وعلى ذكر الأجنبي تعالوا نروح للأخبار العربية والعالمية، لكن قبل ما نسيبها نقول خبر مصري. فاكرين الكابتن عامر حسين؟ كان الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وعضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك كان انتقده بقوة يعني من خلال صفحته على تويتر ومن خلال حتى برنامجه التلفزيوني، قال إن يعني إنه مش هيتحسن وضع الكرة المصرية باستمرار وجود الكابتن عامر حسين. كابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، قرر وهو بحسب ما أعلن إعلاميا يعني أنه هيتقدم بشكوى للجنة الانضباط، لكن ما حدث هو أن الكابتن عامر حسين لن يتقدم بشكوى للجنة الانضباط، وده في أنه في إطار جلسة من جلسات مجلس إدارة اتحاد الكرة أو نقاش، الكابتن حازم إمام زميل الكابتن عامر حسين وصديق الكابتن أحمد حسام ميدو تدخل بإقناع الكابتن عامر حسين بأنه الأمر لا يستحق تقديم شكوى، فبشكل ودي الكابتن عامر حسين لم يقدم شكوى ضد الكابتن احمد حسام ميدو. اللي يبدو انه كان عنده علم بالقصه دي امبارح لانه اعاد
تكرار هذا الأمر من جديد، وكتب تغريدة على صفحته على تويتر وقال: الأمر ليس شخصيا، أنا أتحدث من أجل مصلحة الكرة المصرية. وأعاد الرأي من جديد أنه إذا استمر الكابتن عامر حسين بفكره فلن تتقدم الكرة المصرية. خليني أقول لكم بقى عالميا، ستيفن جيرارد النهاردة أصبح مديرا فنيا للاتفاق. هو لم يبدأ مرحلة التألق أساسا، ستيفن جيرارد يعني ما عملش نجومية واسعة في مجال التدريب، باستثناء يمكن رحلته في اسكتلندا كانت جيدة جدا، لكن مع أستون فيلا كانت مش قوية على الإطلاق. النهاردة بعد فترة في السعودية تم إعلانه مديرا فنيا للاتفاق. قالوا طبعا انه مصنع الاساطير، وهم جايبين اسطوره، مش اسطوره تدريبيه بس اسطوره. انت عندك في الدوري بتاعك ستيفن جيرارد قصه، فبيواصل بها الدوري السعودي جذب الانظار. وهو زي ما كريستيانو رونالدو فتح الباب ناحيه ان الاجانب تبقى استقداماتهم اسهل، ستيفن جيرارد لما يروح وهو لسه في مقتبل مراحل التدريب الى الدوري السعودي هتلاقي الناس تسمع العروض بقى، ممكن تلاقي اسماء اقوى كمان واعلى تبدا تاخد يجي لها عروض ان هي تدرب في المملكه العربيه السعوديه وتوافق. النهارده النصر رسميا اعلن عن بروزوفيتش: لا تقلقوا، القصه انتهت، لقد جئت انا هنا. اخترت النصر لسنه 2026، وده قادما من انتر بعد 8 سنوات مع الفريق اللي نال المركز الثاني في دوري ابطال اوروبا قبل شهر. طبعا نجم كبير من نجوم الكره الكرواتيه كده، كريم بنزيما وكانتيه في الاتحاد كده، ادوارد مندي في الاهلي كده، روبن نيفيز وكاريدو كوليبالي في الهلال، وفي كلام ان الهلال عايزين برونو فرنانديز، برناردو سيلفا. دي قصه كبيره قوي لو حصلت دي، يعني هو فكرة ان الفرق في السعودية بتاخد لعيبة برشلونة عايزها او يوفنتوس عايزها او كده، دي برضو دي في حتة بتنقلك كوضعك ترتيبيا قبل حتى ما الدوري يبدأ خطوات طويلة للأمام. لنرى بقى ايه اللي هيحصل، نتمنى ده يكون ليه نتيجة كمان علينا احنا، ان هو خلاص دلوقتي الأندية بقى اللي هي بما ان السعودية بقت باصة للسوبر ستارز، فالسوبر ستارز مش هيبقى وجهتهم السعودية، فنتمنى ينعكس علينا احنا في الاختيارات. دي نقطة هتكون مهمة جدا بإذن الله. نيوكاسل ضم ساندرو تونالي المدافع الإيطالي الدولي، قصة طبعا دي مهمة جدا. نيوكاسل عاملين مواسم انتقالات ممتازة وتكللت بعد سنة واحدة بس من السيطرة عليهم على النادي، يعني من الملاك الجدد، ان هم بيشاركون في دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة. بعد الفاصل النجم محمد سمير قائد فريق زد العائد إلى الدوري المصري الممتاز، كلاعب هو عائد إلى الدوري الممتاز مع زد الصاعد لأول مرة إلى الدوري الممتاز بمسماه الجديد، هو ضيفنا. مش هنتكلم بس عن تجربة زد، لكن مع محمد سمير ممكن نتكلم في نقاط كثيرة جدا، فخليكم موجودين معنا بعد الفاصل في الماتش. بطولة أفريقيا للبوتشا هي بطولة مؤهلة للدورة البار أولمبية باريس 2024، تأهيل مباشر للفرق ومسابقات الفرق ومسابقات الزوجي. البطولة دي بتقام لتاني مرة في أفريقيا والأول مرة في مصر، واللعبة دي يمكن زي ما أنا قلت في كلمتي إنها كانت موجودة من 1984 وما دخلتش مصر إلا في 2019، وهي لعبة خاصة بشديدي الإعاقة من ذوي الشلل الدماغي. ده إنجاز، أما مش جديد على وزارة الشباب والرياضة استضافة البطولات، تقريبا يعني في عهد الدكتور أشرف عملنا 350 بطولة، ده طبعا رقم قياسي. بنتمنى للجميع التوفيق، الاتحاد تابع اللجنة البارنبية وإن شاء الله هيعمل شغل كويس. طبعا الحمد لله احنا بنشكر ربنا على اللي احنا فيه دلوقتي. على فكرة انا كانت ربنا اكرمني، كنت انا رئيس بعثة مصر
في بطولة افريقيا الاولى وكانت معمولة في جنوب افريقيا، وكان ربنا اكرمنا بميداليتين ذهب وميدالية فضة. واحنا النهاردة ابتدينا بنكمل المشوار، ابتدينا احنا تعبنا جدا ان احنا نجيب بطولة افريقيا عندنا في مصر، بنحاول ننشر اللعبة. هي اللعبة دي بالفعل هي موجودة في الاولمبياد من 1984، واحنا في مصر هنا بدأت الفكرة في دماغي لما انا معايا اولاد كتيرة شلل دماغي وعقد حركية جديدة ما لقيتش ليهم لعبة. فكرت كتير اعمل ايه، دخلت على النت بحث لقيت اللعبة دي هي المناسبة ليهم. جبت القانون الدولي واتفرجت على حوالي 300 ساعة مع القانون الدولي بعد ما ترجمته وفهمت اللعبة كويس. بعد كده قدمت مقترح اللجنة البارالمبية وظهرت الرؤية دي بعد إشارة الاتحاد المصري لرياضة اللاعبين ذو الشلل الدماغي. كنت بتفرج على الماتشات بتاعتها وكده يعني حبيتها جدا بصراحة، فقلت له يا كابتن بيومي أنا محتاجة إن أنا أشارك في اللعبة وكده. بدأ يشرح لنا القانون بتاعها وقال لي طيب تعالي تدريبات، وبقيت أنزل التدريبات وكده لحد بطولة كاس مصر اللي فات، ولما حصلت على الميدالية الذهبية تم اختياري في المنتخب عشان تأهيل لباريس إن شاء الله 24. هي بصراحة أول مرة أزور بلد مصر، زرت كثير من البلدان ومصر أول مرة عندي فيها مشاركة، وفي صراحة انبهرت فيها، جميلة جدا زعما في صراحة جميلة في صراحة جدا انبهرت فيها، وفات تدورة وفات التعطية اللي عطروا زعما تعطية جميلة. اهلا بكم مره تانية في الماتش. هو لاعب من النجوم اللي اثروا كثيرا في الانديه اللي شاركوا معاها لسنوات طويله، وده بفضل قوته داخل ارض الملعب وقوه شخصيته وقوه عقليته اللي خلته دايما يكون لاعب مؤثر جدا في كل الفرق اللي شارك معاها، بدايه من الاهلي كقطاع الناشئين، مرورا بالاهلي فريق اول، انتقالا للعديد من الانديه، آخرها على مستوى الدوري الممتاز فريق المقاولين العرب لسنوات طويلة، وثم خطوة الانتقال إلى نادي زد والصعود به كهداف الدوري للمرة الأولى في تاريخ نادي زد. والكلام هنا على النجم الكابتن محمد سمير قائد فريق زد. كابتن سمير أهلا بك. أهلا بك يا هاني، أخبارك إيه؟ حبيبي مبسوط لنا معاك، تأخرت شوية بس معلش. مش مشكلة، أنت منورنا، وفرصة أن هي جت كمان بعد العودة للدوري الممتاز مرة تانية، فببارك لك والحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك، يعني الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. طبعا الحمد لله. الحياة بتبقى عاملة ازاي لواحد قعد تقريبا 20 سنة بيلعب في الدوري الممتاز وبعديها بياخد القرار بانه ينزل يلعب في درجة ادنى بظروف مختلفة تماما عن الظروف اللي كان عايشها سنين كتيرة؟ مش هكدب عليك، القرار كان صعب. انت بتتكلم زي ما انت بتتكلم في ان انت سنين حياتك كلها بتلعب في الدوري الممتاز، فكانت خطوه بالنسبه لي يعني هقدر اقول غريبه شويه. في القرار كان صعب جدا في الاول ان انت تاخده، تبدا تستشير الناس اللي حواليك كلهم. مين دعمك في القرار؟ اكتر ناس دعموني الحقيقه في الموضوع ده يعني اهلي طبعا، زوجتي واولادي كانوا اكتر ناس شايفين ان الخطوه دي هتبقى كويسه بالنسبه لي. اهلي يعني كانوا متحفظين شويه، يعني باصين من حته ان ابنهم، ف ايوه طبعا صعبان عليهم يعني. اصحابي كلهم كانوا مرحبين جدا بالخطوه دي، وشجعوني جدا في الخطوه دي، والحمد لله يعني خطوه في الاخر اثبتت نجاحها جدا جدا يعني. ممكن يعني لو فيها سنين في حياتي هحطها سنين مميزه في تاريخي في الكارير بتاعي كله، اكيد هحط السنه اللي فاتت فيه. ليه؟ في ان انت زي ما بقول لك ان انت خطوه بالنسبه لك ان انت تاخد الخطوه دي الموضوع صعب جدا. فان انت الخطوه دي تاخدها وتقدر مع المنظومه كلها تعملوا حاجه كويسه، في ان انتوا لاول مره في تاريخ النادي يبقى نادي زد موجود في الدوري الممتاز، وتجني ثمارها في الاخر بالنجاح الكبير اللي حصل ده، والحمد لله الدور الكبير اللي الواحد شارك فيه مع زمايلي ومع المنظومه، في ان انا ابقى ليا دور كبير في السنه دي في أيوة. بمجهودي ان انا اعمل حاجه كويسه للنادي وللمنظومه دي. فطبعا في الاخر اكيد هتبقى سنه لازم هتحطها في حساباتك ان هي سنه مميزه في تاريخك، ان انت قدرت تعمل كل ده في سنه زي ما بقول لك كان قرار صعب جدا في الاول في اولها. يعني لما بتبص عموما لو رجعنا 20 سنه لورا، لما بتبص لكاريرك كله بانديه الدوري الممتاز باعلى فريق على مستوى الانديه المصريه في التتويجات النادي الاهلي، بانديه
فيها جمهور وانديه ما فيهاش جمهور بدرجه ادنى وصعود بيها، بينك وبين نفسك كده بتفكر ازاي؟ بتقول ايه سمير؟ لا طبعا بقول الحمد لله والشكر لله طبعا. يعني مسيره بالنسبه لي انا يعني الحمد لله مرضيه جدا. اكيد كان نفسي اعمل الحاجات احسن من كده بكتير. في ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا، في ان انت تبقى نشات في احسن نادي في افريقيا، والمنظومه بتاعت النادي الاهلي انت تبقى طالع منها والناس بتحسبك دلوقتي ان انت ابن من ابناء النادي، فدي دي حاجه شرف ليا. مرورا بان انت بعد كده بتروح انديه زي ما انت بتقول انديه شركات ما فيش جماهيريه، فانت جربت الاحساس ده، جربت احساس ان انت بتلعب الى حد ما شويه ما فيش ضغط حواليك، الامور هاديه شويه، في ان انت تكسب تخسر تتعادل الدنيا بتمشي. دي برده حاجه بالنسبه لي ما مش يعني ما تعودش عليها، فبتبقى صعبه شويه بالنسبه لي. بان انت بتروح برضو نادي جماهيري تاني زي نادي الاتحاد، برضو نادي جماهيري ونادي كبير، اكيد بيبقى في ضغط، بس طبعا الضغط اللي موجود اكيد مش زي ضغط النادي الاهلي. في ان انت النادي الاهلي الموضوع مختلف، ان انت كل ماتش عايز تكسب في بطولات. النادي الاهلي الجماهير ما بتقبلش بحاجه، مرورا بان انت في الاخر بتروح الدرجه الادنى بفكر تاني خالص وباهداف تانيه خالص وبطرق لعب مختلفه وسيستم مختلف تماما. فلا يعني الحمد لله، يعني اكيد زي ما بقول لك كان نفسي اعمل حاجات اكتر من كده، ان انا طبعا استمر طول حياتي في النادي الاهلي او اختم حتى مسيرتي جوه النادي الاهلي. في ان انت تحقق اهداف اكتر من كده، بس لا الحمد لله لما بقعد مع نفسي اكيد الحمد لله راضي جدا عن مسيرتي. يعني امبارح الاهلي كان بيلعب مع فيوتشر وتعادل، وده الاهلي اللي لسه واخد افريقيا واللي راجع من كاس عالم للانديه وقريب من حسم الدوري والناس زعلانه والناس بتتضايق. كولر كان لسه قايل تصريحات زي دي وهو في الاجازه، في تصريحات في اذاعات سويسريه، قال ان الجمهور بتاع الاهلي ده لو لسه واخد بطوله ورجعت تعادلت في ماتش هيتعصبوا عليك. دي بتشوفها انت ازاي كواحد اتربى في النادي الاهلي؟ بتشوف الحته دي ازاي؟ مصدر ضغط لدرجه الارهاق اللي هو انا ليه اعيش كده طول عمري؟ ولا مصدر يديك دوافع اضافيه كلاعب بيلعب كوره؟ بالنسبه للعيبه يعني؟ لا هي طبعا دوافع. خلاص انت جوه منظومه النادي الاهلي كلاعب خلاص انت اتعودت على النظام ده. انت دلوقتي عارف ان انت خلاص الجماهير ما بتقبلش باي حاجه، انت لسه زي ما بتقول واخد افريقيا واخد كل حاجه الفتره اللي فاتت وعامل اداء وكل حاجه مميزه واداء ولا اروع واللعيبه كلها في حالتها. وخلاص النادي الاهلي بنسبه كبيره بيحسم الدوري. فتيجي تتعادل ماتش وماتش انت كنت عملت فيه ماتش كويس، النادي الاهلي امبارح ما كانش وحش، عمل ماتش كويس وضيع فرص مؤكده كان ممكن يطلع كسبان وتطلع متعادل. فخلاص هي الجماهير ما عندهاش اي فكر ان هم لازم نكسب، كل ماتش لازم نكسب. حتى لو الاهلي حسم الدوري وفاضل 3 4 ماتشات هتلاقي الجماهير عايزه الفرقه تكسب. مزبوط. خلاص ده الناس اتعودت على كده، الناس بالنسبه لها بتشوف ان المكسب بتاع النادي ده فرحه اليوم بالنسبه لها، ده اللي بيخليه يقضي الاسبوع مبسوط. هي ده فكر الناس. في نفس الوقت انا كلاعب خلاص انا الموضوع مش عايزين ننكر ان هو بيبقى بيعمل ضغط كبير على اللعيبه، في ان انت ما عندكش اوبشن ان انت اي حاجه ثانيه غير ان انت تكسب. طول الوقت الموضوع ده بيبقى مرهق، مش طبعا. عايزين نضحك على بعض. في ان انت لا يعني لازم اكسب كل ماتش، وده مش موجود في الكوره، وده من الاسباب الكبيره اللي خلت موسيماني ما يبقاش موجود ويمشي. الراجل طلع كذا مره قال لك اللي انا شفته من ضغط جوه النادي الاهلي عمري ما شفته في حياتي ولا هشوفه. دي في الاول في اخر كوره، في مكسب وخساره. النهارده انا في حالتي، بكره انا مش في حالتي. هو الضغط ده شافه موضوع بالنسبه له مرهق، فما قدرش يكمل المسيره بتاعته. فخلاص انا اعتقد اللعيبه جوه النادي مرورا كمان باللعيبه اللي كانت قبل كده واللعيبه اللي هتيجي، خلاص ده هم اتعودوا على النظام ده واتعودوا على السيستم ده، بيدخل يعيش جواه. خلاص هو بيعيش جواه وبيأقلم نفسه عليه. وخلاص بقى بالنسبه له زي اللايف ستايل، ما خلاص حاجه مش هتتغير. زي ما بقول لك مرهقه ومتعبه، بس خلاص هو لازم يعود نفسه على كده. الجمهور اتغير دلوقتي عن زمان؟ عن ما انت كنت في الاهلي؟ لو طبعا اتغير كتير إزاي؟ بسبب السوشيال ميديا طبعا. ازاي السوشيال ميديا غيرت دلوقتي؟ بقى في ناس كتيره سوشيال ميديا، ناس كتيره بتتكلم في الكوره وهي اولاد صغيرين اصلا ما يفهموش الكوره ولا يفهموا اي حاجه عن الكوره. وناس بتعمل لجان وتعمل مشاكل اللعيبه وتضغط مجالس الادارات وتضغط النادي كله. وانت اصلا مش عارف ايه الناس اللي ورا اللجان دي، هل انت عارف هم، هل هم مشجعين للنادي، هل هم، انما انت زمان كان الموضوع بالنسبه لك المشجعين، مشجع الكوره ده في المدرج، انت بتشوفه في المدرج. ناس جايه بتشجع النادي عشان بتحب النادي وملهاش اي دوافع او اي حاجات تانية عايزه تاخدها من ورا الموضوع ده. انما انت كل السوشيال ميديا انت مش عارف مين اللي عليك، مين اللي معاك، مين اللي عايزك تكسب فعلا، مين فعلا اللي في ظهرك، مين فعلا اللي مين اللي بيقول رايه، هو فاهم ابعاد الراي بس مين اللي بيقول رايه، حد يقولها بحب بس من غير دراسه. دي ممكن تبقى دي نقطة مشكلة بتعمل مشاكل كبيرة جدا. دلوقتي السوشيال ميديا بقت مؤثرة جدا على قرارات مجلس الإدارة بشكل كبير، مؤثرة جدا على صفقات بتدخل جوه الأندية. فلا الموضوع دلوقتي بقى أصعب بكتير.
اصعب بكتير في كل حاجه. الموضوع زمان كان اسهل بكتير طبعا، اسهل بكتير طبعا، لانه كان المشجعين اللي في المدرجات اللي بيكونوا مزقوقين كانوا بيتعرفوا، كانوا بيتعرفوا صح، كانوا اكتر بيتعرفوا من فكره سوشيال، وبرضه ما كانش بيتعمل لهم حساب قوي. يعني انا فاكر ساعه ما بركات جه النادي الاهلي الناس كلها كانت متحفزه على صفقه بركات، يا جماعه لا وخلاص وكبر وخلاص وجاي من بره، كان تقريبا في السعوديه او قطر، وخلاص وخلاص وجه وعمل تاريخ جوه النادي وبقى واحد من اساطير النادي. صح. بركات لو كانت الظروف دلوقتي ودخلت السوشيال ميديا في الموضوع كنت ممكن تلاقي حد زي بركات ما يبقاش موجود جوه النادي، فاهم قصدي؟ فبقوا متغلبين على القرارات، فالموضوع صعب جدا طبعا. طيب هنا انا هسالك على المفروض الادارات تتعامل ازاي مع ده، مع التاثير القوي لمواقع التواصل الاجتماعي، وهربطها بموقف امبارح، لانك كلامك لو شلنا اسم بركات وحطينا امام عاشور مثلا، هل هتحس انه هتافات جمهور الاهلي مش في السوشيال ميديا، هتافات في المدرجات اللي قالت مش عايزين امام عاشور في الوقت اللي الاهلي بيتفاوض سواء بشكل مباشر او غير مباشر لضم لاعب من ميتلند الدنماركي، لاعب الزمالك السابق اللي كان فيه خلفيه كده ما بينه وما بين الاهلي، انت بتشوف ازاي طب ضروره التعامل مع الامر ده من اوله لاخره سمير؟ لا طبعا بشوف ان انت كاداره نادي انت بتتعامل في الاول وفي الاخر ما بتتعاملش بعشوائيه، انت دلوقتي عارف وبتحدد اهدافك، هل اللعيب ده هيفيدني ولا مش هيفيدني فنيا جوه الملعب، تاخد راي الجهاز الفني، الجهاز الفني بيديك الابروف ان هو تمام معانا، تبدا تتفاوض معاه. خلاص انا بالنسبه لي الحاجات دي كلها بحط بقى بره، يعني طبعا اكيد بعمل حساب للجماهير، مفهوم، وبعمل حساب طبعا ان بشوف ردود افعال الناس، والموضوع ده بيحصل على فكره كتير، ان انت بتبدا تطلع اخبار عشان تشوف ردود افعال الناس، هل الناس متقبله الموضوع ولا مش متقبله الموضوع. لو متقبله الموضوع خلاص بتبدا تمشي أدوس. تبدا تدوس، لو حسيت ان الامور مش كويسه خلاص انت بتطلع تقول انا اوريدي ما اتفوضتش اصلا، وانت بتكون اتفوضت في دلوقتي حاجات كتيره بتحصل. صح. انت اكيد فاهمها 100%. بس في موضوع امام ما اعرفش، انا ما يمكن ما اعرفش هل فعلا في ناس امبارح نادت بالموضوع ده ولا لا، بس اعتقد النادي الاهلي محدد اهدافه، واعتقد النادي الاهلي لو شايف ان امام هيفيد النادي ومش هيحطه في حساباتهم ان هو ممكن يكون عمل مشاكل قبل كده، لو حطه في حساباتهم دي برده هتبقى حاجه راجعه لهم. النادي الاهلي بيبص ان في الاول وفي الاخر لازم اللي جاي ده يكون حد عايز يبقى موجود في النادي، واحنا ما يبقاش في مشاكل ما بيننا وما بينه عشان ما يبقاش في صدام مع الجماهير. دي برده حاجات مهمه جدا، فاكيد الحاجات دي جوه حسبان النادي طبعا. انت عائد دلوقتي من جديد لتتواجد برفقه فريق يواجه الاهلي في السنوات المقبله ان شاء الله، يعني خلال اشهر قليله جدا. هتكلم عن نادي زد نفسه، التجربه اللي اعجبت لاعب طول حياته بيلعب في الدوري الممتاز انه بسببها ينزل درجه وفي خلال موسم يعرف انه يطلع من جديد الى الدوري الممتاز وهيلعب مع الفرقه دي في الممتاز. انت باصص لها ازاي كاحد ابرز الاسماء اللي موجوده في الفرقه وهداف الفريق واكثرهم خبراتا او خبرات، انت شايفها ازاي التجربه، وشايف ازاي طريقه تعامل النادي اللي انت بتلعب فيه دلوقتي مع الممتاز باشكاله وطرقه واساليبه المختلفه؟ بص هاني، يعني عشان برضو شهادتي هتبقى مجروحه في الناس دي، انا الموضوع بدا معايا ان الكابتن مجدي كلمني، كابتن مجدي عبد العاطي والكابتن وليد، اول ناس فتحوا معايا الموضوع وكلموني على اهداف النادي واهدافهم هم كجهاز يبقوا موجودين السنه الجايه في الدوري الممتاز وبيعملوا فريق محترم عشان يقدروا، وخبراته جايبين خبراته جايبين لعيبه من الدوري الممتاز يقدروا يساعدوهم ان هم يطلعوا خلال السنه دي. يعني نادي فيه كل حاجه، فيه كل حاجه بمعنى كل حاجه، ناس بروفيشنال جدا. انا بالنسبه لي اكتر حاجه مبسوط من الناس دي والمنظومه دي ان هم جايبين كل الناس الصح حاطينهم في الاماكن الصح، ودي حاجه هم بنوها، ودي اهم حاجه هم عملوها. ان هم لما جم يعملوا النادي هم اختاروا الناس بعنايه جدا، اختاروا الناس اللي الناس بتفهم في الكوره، اختاروا كل واحد، مش الموضوع مش عشوائي خالص اللي هو بالحب يلا انا هاني صاحبي فتعالى انا هشغلك هنا، الموضوع مش كده خالص. صح. الموضوع اتبنى باسس واتبنى بناس ليها افكار واتبنى بناس موجوده اوريدي في الرياضه المصريه وليها خبرات، فكل واحد اتحط في المكان الصح. من الكابتن سيف ومستر هيثم ودكتور احمد عبد الله، وطبعا الكابتن احمد حسن ومتعب وزدان، ومش عايز انسى حد، الناس دي طبعا ناس يعني اكيد زي ما بقول لك شهادتي فيهم مجروحه، بجانب ان انت بتجيب حد زي الكابتن وليد صلاح الدين بالخبرات دي كلها، نجم، راجل يعني نجم وعنده افكار صح كبيره جدا في الكوره، بقى له سنتين ثلاثه مدير كوره جوه النادي. بتجيب حد زي الكابتن مجدي عبد العاطي بالجهاز الفني بتاعه الجس، يعني مش عايز اقول لك يعني من احسن المدربين اللي انا اتمرنت معاهم في حياتي بامانه. كابتن مجدي حد شاطر جدا، معاه كابتن صاروخ وكابتن عبد الله رجب والدكتور حيدر والكابتن عصام مدرب حراس، مش عايز انسى حد، الناس كلها وكابتن مصطفى، الناس كلها ناس فعلا
جهاز محترم قدروا يحطوا النادي في مكان كويس جدا. زي ما بقول لك عاملين حاجه كويسه جدا، اتكلموا معايا في ان احنا الموضوع 1 2 3 ليك ايه وعليك ايه. الحاجات دي مهمه جدا يا هاني في الكوره. فالنجاح اللي احنا وصلنا له ده مش من فراغ خالص. مفهوم. ان انت السنه دي كانت صعبه جدا، ان انت معاك في المجموعه كانت مجموعه تقيله، طبعا في ان انت في الفرق كلها انت بتتكلم في 10 انديه. ممكن يكونوا كانوا موجودين في الدوري الممتاز، وانديه كانت عايزه تبقى موجوده السنه الجايه في الدوري الممتاز، وانديه حاطه فلوس وحاطه ميزانيه كبيره ان هم يصعدوا. فانت بتنافس عدد كبير، فزي ما بقول لك الموضوع ما كانش سهل جدا خالص. فالحمد لله قدرنا نعمل حاجه كويسه. زي ما بقول لك الناس كلها محطوطه في الاماكن الصح، جانينا ثمار ده في الاخر، ان انت في الاخر نجحت. النجاح ده زي ما بقول لك ما بيجيش من فراغ. النجاح ده كل حاجه بتتعمل صح، اداره بتعمل اداره بشكل كويس، ناس بتفكر بشكل كويس، ناس بتفكر ان هي تجيب جهاز فني على اعلى مستوى، ناس مختاره صح. دي كلمه انت قلتها وقلت ان هي مش بالحب خالص. بتعاني الكره المصريه من فكره الاختيارات اللي بالحب كتير قوي 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 قوي. كل حاجه يعني لا، نسبه كبيره جدا. الموضوع ماشي طبعا بالحب بشكل كبير في ادارات الانديه، في لعيبه، في وكلاء، كله ماشي بالحب. انا مدير فني، فانا بزق حد على رئيس النادي ده عشان امسك الفرقه. انا خلاص مسكت الفرقه، فانا هجيب الوكيل اللي معايا عشان اظبط الدنيا واجيب اللعيبه اللي انا عايزها، و و و وسلسله ماشيه. الموضوع صعب جدا طبعا. لا حلها ايه دي؟ لا حلها، الموضوع محتاج يعني حلول جذريه. موضوع صعب جدا يا هاني. واحنا لو عايزين فعلا نطور الرياضه لازم نطور كل حاجه. لازم تطور كل حاجه، تطور مجالس الادارات، تطور الفكر بتاع ان انت تحط قواعد للمرتبات، لمرتبات اللعيبه، لمرتبات المدربين. احنا دلوقتي جينا من فتره قلنا احنا المدرب مش هنخليه يمسك فرقتين في السنه. شويه والدنيا اتغيرت وبقت العمليه بتمشي عادي، وما ويقول لك لا طب انت النادي يمشيني عشان انا ما بقاش انا اللي مشيت عشان اعرف اروح النادي تاني. فانت كل حاجه بنعملها بنشوف لها مخرج تاني. صح. كل حاجه بالحب، وده صح، ده مش صح. هي من الاول لازم يتحط 1 2 3 4 حاجات قواعد نمشي عليها كلنا كرياضه مصريه لو احنا عايزين فعلا نطور الرياضه المصريه. احنا عايزين فعلا نطور الرياضه المصريه. طبعا لو عايزين فعلا ان احنا نشوف الناس اللي حوالينا. هل بتحس ان احنا عايزين؟ لا ما بحسش ان احنا عايزين، او بحس ان احنا عايزين كده كلام بس. انما على ارض الواقع لا، يعني على ارض الواقع ما بحسش ان احنا عايزين نطور الكره المصريه. الموضوع محتاج حاجات كتير عشان نبدا نقول ان احنا حطينا نفسنا على الطريق الصح. حتى لما بنبدا نقول ان احنا احنا مستبشرين ان احنا حطينا نفسنا على الطريق الصح، تلاقي كله بيخبط في بعضه، تلاقي الناس دي كلها مشيت ويجي ناس ثانيه تبوظ الدنيا. صح. فاهم قصدي؟ فالموضوع صعب. تجربه زي تجربه زد بتوصيفك ليها، بنظره حتى المتابعين للمشهد ليها، ان هي فيها احترافيه واضحه، بتشوف ان هي ممكن يبقى لها تاثير بصعودها للممتاز على طريقه تعاملات الانديه الثانيه في السنوات اللي جايه؟ يعني الانديه الثانيه تبدا تفكر زي زد؟ يبقى نموذج يعني ممكن يتم الاعتماد عليه او تقليده؟ اكيد اكيد. بنسبه كبيره ده اللي هيحصل، عشان الناس زي ما كنت بتكلم معاك من شويه، ان الناس بيفكروا دلوقتي بره الصندوق. الناس دلوقتي فاكرين ان زد زد صعد، فخلاص احنا بنتكلم في بيراميدز تاني وفيوتشر تاني، وده على ارض الواقع مش حقيقه خالص. مش حقيقي خالص خالص، ومش ده اللي هيحصل تماما. وانت هتشوف ده من الفرقه ومن السكواد اللي هيبقى موجود السنه دي. وهتشوف الارقام لما تسال، وتشوف المرتبات اللي عاملاها زد، نادي زد للعيبه عامله ازاي. عاملين سقف للعيبه، جايبين لعيبه صغيره في السن عايزين يستثمروا فيهم. جايبين ناس عايزه تلعب كوره. مش جايه تاخد فلوس وخلاص، مش موظفين، مش جايين ياخدوا فلوس. مفهوم. اللي هو انا اجي اخد فلوس السنه السنتين وبعد كده اروح اخد فلوس من حته تانية، وده هيبان زي ما بقول لك. فاعتقد ان الفكره دي هي هتبدا الادارات تفكر فيها الفتره اللي جايه، لان خلاص انا دلوقتي بصرف 200 و300 مليون جنيه، والناتج بالنسبه لي ايه؟ بنافس على الهبوط. طب انا ايه الاستفاده؟ اقول لك، هو انا مقتنع ان هي مش هتيجي للاسف الا بالغصب. الغصب ده اما انه بقرارات مش من الانديه، ان الانديه تجبر على حاجه معينه، او ان الانديه اصلا مش هتلاقي نفسها عندها قدره ان هي توصل ان هي تشتغل كده، لانه مع ارتفاع سعر العمله ومع ان الفلوس عمال ده بيزود على ده، ده بيزود على ده، مش هتقدر. الانديه مش عندها اصلا قدره ان هي تكمل، مش عندها قدره ان هتنهار فعلا. ده حقيقي. فهتضطر تلقائيا كده فجأة بدون اتفاق مسبق الأندية ان هي تنزل لسقف واضح واحد. ده أعتقد بنسبة كبيرة هيحصل. قرارات بقى زي ما أنت بتتكلم، دي نقطة تانية، إن أنت تحط قرارات يعني إجبار. دي حاجة هتبقى برضو كويسة، بس أنا ما أعرفش ممكن تيجي إزاي. هل أنت بتتكلم في اللي هو مبدأ اللعب النظيف وكده، هل دي ممكن حاجة إحنا
هل احنا ممكن نوصل للمرحله دي؟ ما اعرفش، يا ريت يعني، دعنا نامل، يا ريت. بس طبعا انا احساسي ان احنا مع السنين الجايه هتبدا الامور تهدى، احساسي يعني. احنا دلوقتي شايفين بنسبه كبيره ناس بدات تفكر في الموضوع ده، فرقه زي فرقه انبي بداوا الموضوع يهدى بالنسبه لهم بشكل كبير. وبعدين هيساعدهم اكتر على الموضوع ده والتجربه دي ان هم السنه دي عاملين نجحوا. يعني الكابتن تامر لما جالهم الامور ظبطت، مع ان الناس في الاول قالوا ده هيبقوا موجودين في تحت وهينافسوا ان هم ممكن يقعدوا في الدوري، نجحوا. هيبدا يبني على الفكره دي، هتبدا الناس اللي حواليه ده بص ده ينبي عملوا كذا. نفس الكلام للمقاولين، المقاولين لما احنا مشينا السنه اللي فاتت بدات الميزانيه تهدى، نجحوا. فاهم قصدي؟ يعني ان شاء الله زد يطلع يعمل نفس الفكره. مفهوم. فهتبدا اعتقد الانديه الثانيه اللي بتصرف ارقام خرافيه، وانت اكيد عارفهم، وزي ما بقول لك النتيجه والحاصل في الاخر لا شيء، هيبدا اكيد يفكر في الموضوع ده. أيوة. الا بقى لو ما فكرش يبقى هو حابب اصلا ان هو يعمل كده، دي حاجه ترجع له، او معاه فلوس مش عارف يوديها فين يعني. دي حاجه بقى ترجع له يعني. كتر الفلوس دايما بيعمل مشاكل. كتر الفلوس بيعمل مشاكل دايما. انت وانت تحت شفت ازاي المقاولين، بما انك ذكرت اسمه، شفت ازاي اللي حصل في المقاولين بعد موسم كان معاناة لحد الجولة الأخيرة، بموسم ارتاح من نصه تقريبا أو من قبل نصه إن هو ضمن البقاء يعني؟ لا الحقيقة عاملين موسم كويس جدا. كابتن شوقي والجهاز الفني والجد والناس كلها اللي موجودة، كابتن معتمد، ناس عندها خبرات وناس محترمة. وعاملين موسم على عكس المتوقع. الناس برضو كانوا شايفين إن المقاولين ممكن يعاني، بس خبرات الكابتن شوقي والجهاز اللي معايا مع اللعيبه اللي موجوده قدروا يعملوا سنه، انا شايفها سنه كويسه جدا. الدور الثاني مش احسن حاجه، بس خلاص هم زي ما انت بتتكلم ارتاحوا من الدور الاول، ودي ميزه ان هم لموا نقط قدرت تريحهم. واعتقد ان هم السنه الجايه الكابتن شوقي لو كمل معاهم برضو يقدروا يعملوا سنه كويسه. وبرضو طلع لعيبه صغيرين، خدوا دقايق كتير. طلع هم عندهم قطاع ناشئين كويس، في لعيبه هناك صغيره كويسه. ودي برضو حاجات من الحاجات اللي الكابتن شوقي بيعملها. الكابتن شوقي جريء، ما بيفرش معاه خالص الموضوع ده، بيلعب لعيبه صغيره. وهو عشان كمان اتعامل مع الاعمار السنيه دي، فعنده خبرات اكتر في الموضوع ده، جريء جدا، ما بيفرش معاه خالص ولا بيبص ان اللعيب الصغير ده محرقوش والكلام اللي هو الفاضي ده. انت مشاينك من المقاولين كان بقرارك ولا بالاتفاق ضمن الاتفاقات اللي تمت في النهاية؟ لا انا كنت متفق مع كابتن شوقي على تجديد عقدي، انا عقدي كان خلص. وكنت متفق مع كابتن شوقي على تجديد عقدي وان انا اكمل، وما كانش فيه مشاكل. حصلت شويه مشاكل كده يعني بره الجهاز الفني، فما قدرناش نوصل لاتفاق، فالامور ما مشيتش زي ما احنا عايزين. اتفاق يعني. ماديه؟ لا مش ماديه يعني، حاجات بره سياسات يعني، بره الكوره معينة. حاجات بره الكوره، حاجات مع مجلس الاداره. يعني ما كان في شويه مشاكل كده، وحاجات اتفهمت بشكل مش صح، ووصل لهم كلام يعني، عشان ما نخدش في الموضوع ده، عشان لو حبيت تخوض فيه. لا خالص مش عايز اخوض فيه. انا الناس بحترمهم وما عنديش معاهم مشاكل. قعدت 7 سنين هناك، اكتر فرقه، اكتر نادي اللي لعبت فيه بعد النادي الاهلي. فبكمل لهم اكيد كل الاحترام، ومش عايز اخوض في الموضوع ده خالص. هو يعني الموضوع كان حاجات زي ما بقول لك، حاجات وصلت لهم بره خالص الحقيقه. وبره الواقع. ما كانش في فرصه انك توضح الحقيقه؟ لا خالص. ما ودي برضو حاجه من الحاجات اللي زعلتني، ان احنا ما قعدناش عشان يا جماعه الموضوع 1 2 3 الوجهات النظر انتوا فاهمينها بشكل غلط. مفهوم. الناس كانوا حابين يشوهوا صورتي قدامهم. فاهم؟ مش من الموضوع بالنسبه لهم تقيل على قلبهم ان سمير واصل للمرحله دي جوه نادي المقاولين. عارف انت من بقيت قائد حقيقي جوه الفرقه الحمد لله. وبعدين يعني الحمد لله هنا انا عملت جوه نادي المقاولين حاجات ما عملتهاش في حياتي في الكوره. يعني عملت ارقام كمان جوه النادي. الحمد لله. يعني انا السنتين ثلاثه اللي في الاخر عملت ارقام دقايق ورا بعض، عدد دقايق ورا بعض. كان وصلت لمرحله في دقايق ارقام كبيره، وكان رقم يعني الناس كلموني قالوا لي انت عملت رقم زي الارقام مثلا انت ممكن تبقى لعبت 400 ماتش في الدوري. فاهم قصدي؟ اتعمل رقم دقايق بشكل محترم. وصلنا النادي افريقيا بعد 15 سنه. خدنا مركز خامس مع النادي اخر سنتين ثلاثه. النادي ما كسبش من غيري يعني، كل الماتشات اللي انا ما كنتش بلعب، مش ما بقولش ان انا يعني فاهم، بس الحاجات دي تأثيرك. الحاجات دي بالنسبه لي انا ارقام بالنسبه لنا. اخر سنتين ثلاثه النادي ما كسبش وانا مش موجود. كل الماتشات اللي انا ما كنت ما لعبتهاش النادي ما كسبهاش. فالحاجات دي بالنسبه لي انا عملت حاجات كويس. النادي الاهلي فاوضني سنه مرتين في وقت موسيماني، وقت موسيماني ووقت كابتن، والمرة اللي قبلها كان تقريبا الكابتن حسام البدري. كان تقريبا الكابتن حسام البدري، باشمهندس عادل كده يكلم باشمهندس محمد عادل. كان الكابتن محمد عوده هو المدير الفني. وما عرفتش الموضوع ده كان في يناير، وما عرفتش غير بعد ما القيد قفل. باشمهندس عادل كده يكلم باشمهندس محمد عادل قال له احنا عايزين نرجع سمير. قال له احنا السنه دي كنا احنا الدور الاول ماشيين تاني الدوري. فكنا ماشيين كويس جدا. فقال له احنا معلش احنا قافلين الموضوع ده لغايه اخر السنه، لو عايزينه نبدا نتكلم في الموضوع ده دلوقتي مقفول. وعرفت بعد ما القيد قفل
كابتن عوده جه قال لي والموضوع طبعا. فانت بتتكلم ان انت مرتين النادي الاهلي يكلمك. كان ايه رد فعلك لما عرفت ان الاهلي كان عايزك بس القيد قفل وما عرفتش غير زعلت؟ الكابتن عوده جه كلمني قال لي ما تزعلش مني، انا حصل واحد اتنين تلاته، انا بقول كده عشان ضميري ما يأنبنيش او ما تزعلش. فانا قلت له لا يا كابتن انا زعلان. فالمهم اتكلمنا وخلاص، كان اتحطيت تحت الامر الواقع. أيوة. فانا زي ما بقول لك انا عملت حاجات جوه النادي، ضحيت بحاجات كتير قوي يا هاني. يعني كل سنه كان بيجي لي ارقام باشمهندس حمد عادل، عارف الكلام ده، كانت الناس بتكلمه في التليفون وهو كان بيقفل التليفون في وشهم، يعني يقولوا له احنا نادي كذا كذا احنا عايزين سمير. وبيقفل الموضوع منهي بالنسبه له. وكانت بتجي لي ارقام قد اللي انا باخدها في المقاولين ثلاث اربع مرات. وباشمهندس حمد عادل يقول لي يا سمير العاده اهو امضي امضي وما اعرفش انا هاخد ايه. فانا عملت كل حاجه للنادي المقاولين. فزعلت ان النهايه تبقى فيها سوء تفاهم بس او سوء ظن. سوء تفاهم وسوء ظن وناس عايزين زي ما بقول لك مش حابين ان سمير ايه ده وصل للمرحله دي. لا ده احنا هنكسر الموضوع ده. مفهوم. وبل بالعكس كمان هم كانوا عايزين كمان اللي هو انت مشيت من المقاولين احنا كمان ايه هنقف لك في كل حته، فاهم؟ ما يعرفوش ما يعرفوش ان المجال ده ضيق جدا وانت بتعرف كل حاجه وكل حاجه انا عارفها، فاهم؟ بس في الاخر انت بتتعامل مع ربنا اللي هو اكبر من اي حد. فانت في الاخر الناس كانت فرحانه جدا، ناس كتير كانت فرحانه جدا في ان انا رحت زد، فاهم؟ انك نزلت ده نزل درجه ثانيه مع ان انا الحمد لله جالي عروض كتير. الناس دول يعني مش من غير مسميات، ايه مناصبهم؟ قبل يعني ما تقول لي يعني قبل ما تقول لي قبل ما تقول لي يا هاني ايه مناصبهم، انا الحمد لله جالي عروض كتير في الدوري الممتاز السنه اللي فاتت. خلال الموسم غير خلال الموسم في اول السنه قبل ما اروح زد جالي اربع او خمس عروض جوه الدوري الممتاز، وعروض هي بالنسبه لي انا كنت شايف ان هي مش هتضيف لي. والموضوع كان بالنسبه لها هيبقى صعب، وانا ما كنتش مش هضيف لهم حاجه. مفهوم. فلا اخترت ان خطوه زد، فاهم قصدي؟ عشان برضو دي نقطه لازم تبقى الناس فاهماها، انك انت اللي اخترت. ان انا اللي اخترت ما اضطريتش. وفي نفس الوقت انا اخترت واخترت عن اقتناع. واخترت عشان النادي، انا عارف النادي ده لما انا هروح وان شاء الله يبقى المشروع ينجح في الاخر احنا هنعمل ايه في الاخر. والحمد لله انا كسبت في الاخر الرهان، والناس دي دلوقتي انا واثق ان هم دلوقتي يعني بيعيطوا بدل الدموع دم اللي هو ايه ده سمير راح ونجح معاهم. والحمد لله كمان يعني الحمد لله بجانب زمايلي والجهاز الفني وكل الناس دي كان ليها دور مؤثر جدا. صح. بشغلي الله يهديهم ويهدينا بس جميعا. يعني انا في بس انا برضو حبيت اعرف بس ايه مدى تاثيرهم، يعني مناصبهم ايه؟ الناس اللي ممكن تبقى عايزه تسعى ورا انك تتضايق. لا هم متضايقين زي ما بقول لك، هم ناس فاكرين ان هم محسومين على النادي المقاولين وهم مش محسومين على النادي المقاولين. مفهوم. فاهم قصدي؟ فحبوا يبوظوا الموضوع. وفي الاول وفي الاخر زي ما بقول لك انا بالنسبه لي نادي المقاولين بكن له كل احترام، ناس شفت معاهم سنين احسن سنين في حياتي. وبعدين انت جوانك كانت حصلت كتير مع المقاولين. الحمد لله. فاولات وهيدرز وبنالتيز الحمد لله جبت مع المقاولين 25 جول. فانا بقول لك لا يعني عملت ارقام. صح. ما بيني وما بين نفسي ارقام الحمد لله فخور بيها. فخور بيها جدا، وهم اعتقد مع الوقت هيعرفوا الكلام ده. زد صعد للممتاز ولن تنتهي الرحله، ده اللي باين من كلامك واللي باين من سياسات النادي بحسب الحاجات المعلنه واسماء اللعيبه اللي احتمال يتم التعاقد معاها والسياسه التعاقديه زي ما انت بتقول. شايفين نفسكم فين الموسم اللي جاي؟ بنقولها على مستوى الانترفيوهات، شايف نفسك فين بعد خمس سنين؟ انت كزد شايف نفسك فين السنه اللي جايه؟ لا ان شاء الله شايفين نفسنا ان احنا ان شاء الله سنه اولى دوري، اكيد نفسنا نعمل حاجه كويسه. مش طبعا مستحيل ان احنا بنتكلم في ان احنا نبقى في مربع او ننافس او ده، يبقى احنا كده بنتكلم في حاجات مش واقعيه خالص. اعتقد اهداف النادي في اول سنه ان انت تبقى موجود بشكل كويس، الناس تبدا تعرفك، تبدا الجماهير تعرفك، تبدا الناس تحترمك بشغلك وبادائك في الملعب وبره الملعب. فاعتقد دي اهداف هتتحط من اول السنه، ان احنا نبقى، انا شايف ان احنا نبقى موجودين في اول 9 10 فرق في الدوري السنه الجايه. اعتقد ان هو هيبقى نجاح كبير جدا. الكلام ده برضو انا بقوله على زي ما بقول لك فكر النادي باللعيبه اللي جايه، لو زي ما بقول لك ان الميزانيه مفتوحه وهيجيبوا ناس من هنا ومن هنا وهيعملوا فرقه كبيره، هقول لك ممكن نقدر نعمل حاجه كويسه وننافس. انما احنا لا، مش ده اللي هيحصل. انتوا واخدينها خطوه هم يعني. الموضوع بالنسبه لهم ليهم افكار وبيفكروا في حاجات تانية خالص. فالموضوع هيبقى خطوه خطوه السنه الجايه اكيد ان شاء الله. لو فنشنا من اول 10 انا شايف ان ده هيبقى نجاح كويس جدا، بعد كده تبدا الاهداف تكبر يعني. اتكلمت عن اسعار اللاعبين مع ابراهيم فايق اعتقد من كام يوم، وانه اسعار غير منطقيه وانه الحاجات غريبه انت بتشوف ازاي القصة دي وبتشوف حساباتها بتمشي ازاي عشان توصلنا لده؟ حساباتها بمعنى ايه؟ بتتحسب ازاي عشان نوصل للحاجات للارقام غير المنطقية سواء كعقود لاعبين او انتقالات؟ هي ما بتتحسبش، الموضوع عشوائي. الموضوع عشوائي. الموضوع عشوائي بحت يعني، ما فيهوش حسابات خالص. ولا انا بجيب هاني بديله الرقم ده عشان يعمل لي ده. ولا انا بجيب سمير اديله الرقم ده عشان انا عايز منه ده.
هو الموضوع زي ما بقول لك عشوائي، ووكلاء تدخل تعرف تتكلم تعرف تسوق للاعبتها، هو صاحب حد في النادي فيعرف يجيب له رقم كبير، ده بياخد رقم كبير وممكن يكون ما بيلعبش وما بيفتش النادي ومش قلبه اصلا على النادي وما عندوش اصلا طموح ولا حاجه ان هو يخدم النادي، وواحد تاني بياخد قرش ولا قرشين واكتر حد خايف على النادي وبيموت نفسه وعنده طموح ان هو يعمل حاجه ليه وللنادي. فالموضوع عشوائي جدا. الموضوع ملوش اصلا اسس ولا بيتحط بناء على اسس خالص. يعني انت عارف، انت عارف ان يوفنتوس سبب من اسباب انه اتخصم منه النقط 10 نقط اللي في الاخر ليها علاقه باسعار بيع واستقدام اللاعبين، يعني اللي هو حاسه انه في تضخيم في المكاسب من مثلا بيانيتش لما مشي ب 65 مليون وجابوا فيدال ب 75 او العكس كده، لا اللاعب ده ما يستحقش الرقم ده. يعني القصه ليها علاقه بانه اللعيبه المفروض ان اسعارهم مقننه، مش اي ارقام في الهواء كده. انا شايف يعني الحل شويه في الموضوع ده ان اغلب ادارات الانديه ممكن تكون ناس هي مالهاش قوي في الكوره، ناس مهندسين، ناس ايا كان هم شغلهم ايه، فناس هم في الكوره مش فاهمين قوي، فممكن حد يجي يضحك عليهم، وده بيحصل كتير جوه مصر. فانا شايف انا دلوقتي راجل مسؤول عن النادي ده، انا لازم اجيب اربعه خمسه ناس تفهم في الكوره، زي شركه كوره، لجنه كوره، يمسكوا ملف الكوره وانت تبقى معاهم، تبدا تتعلم الخبرات، تبدا تفهم الدنيا ماشيه ازاي ورايحه ازاي، ناس تبقى فعلا جايه تشتغل بتاخد مرتبات من النادي عشان يشتغلوا صح، يبداوا يبنوا النادي ويبنوا الفرقه بشكل وبشكل وليه معايير وليه مشروع زي ما الناس بتقول. انما انت دلوقتي معلش، انا ببقى في نادي بيبقى مدرب جاي عامل الفرقه، بيشتري هاني وبيشتري سمير ب 15 يروح هو نفسه ماشي بعد اربع خمس ايام، بعد اربع خمس ماتشات يمشي، يجي مدرب تاني في يدخل عليه يناير يمشي الناس اللي النادي شاريها. والفلوس دي راحت فين؟ طب يا جماعه والنادي ما بيقولوش حاجه، انت راجل عايز المدرب ده تنجحه فبيقول لك مشي هاني ومشي سمير، فانت بتعمله اللي هو عايزه. طب انت شايف ان انت الناس دي انت كاداره لا ما ينفعش دول يمشوا، انا لسه شاريهم حتى لو انت مش عايزهم انا لازم يبقوا موجودين جوه النادي. حد بيعمل كده بتاعت النادي؟ حد بيعمل كده؟ محدش بيعمل كده. انت دلوقتي مش عايز هاني مشيه، طب انت لسه على فكره شاريه من 10 مليون جنيه من 3 4 شهور، والله العظيم الكلام ده بيحصل. فانا شايف لا، يبقى في ناس بتفهم في الكوره يتحطوا في المكان ده، عشان لو انت فعلا عايز تعمل حاجه كويسه، مش عايز يضحك عليك، مش عايز يبقى الموضوع فيه سمساره ويبقى في ناس بتاخد فلوس وناس مستفاده من القصه، لازم الموضوع يمشي بالشكل ده. في تلاعب في النتائج في الممتاز بيه؟ ما اعرفش بصراحه، ما اعرفش خالص يعني المعلومه دي. بس احنا ما تساعدناش خالص خالص يعني خالص ما تساعدناش في ولا ماتش السنه دي. طب فرصه، لانه كان معايا كابتن فهيم عمر من كام يوم في الترسانه يعني، وقال لي انه زد اتساعدت. قلت له ايه نوع المساعده؟ قال لي لما يبقى الحكام اللي بيحكموا ماتشاتهم دايما من حكام الصف الاول فده مساعده، لانه بيتوفر لهم عداله مش متوفره لباقي المنافسين. حسيت ده؟ ده 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 الكلام ده بيتقال بناء على ايه؟ يعني انا دلوقتي كنادي زد دلوقتي ايه اللي احسن لي؟ اجيب كابتن محمود البنا ولا اجيب حكم متوسط؟ ايه اللي احسن لنا؟ هو احسن لاي حد ان يجي له حكم متوسط. كبير احسن لاي حد ان هو يجي له حكم كبير، هو عايز عداله، هيبقى عايز عداله. تمام. يعني انا بالنسبه لي هبقى عايز عداله، هجيب كابتن محمود البنا، هجيب الناس اللي هي المصنفه، هجيب الناس الدوليه. احنا جالنا كابتن محمود البنا، جالنا كابتن محمد عادل، جالنا وجهه نظره ان العداله لما تبقى جايه لكم انتوا كامله بينما الانديه الثانيه بيجي لها حكام متوسطين فاحتمالات الاخطاء عندهم بتبقى اكتر، فاهم؟ طب هو اصلا الكابتن فهيم، هو اصلا نادي الترسانه ما يعني هم اصلا ما كانوش بينافسوا مثلا معايا يعني. طب هو يعني اشمعنى زد يعني؟ يعني الكابتن الترسانه ما صعدوش مثلا دوري محترفين، فهو مثلا يتكلم مع احترامي طبعا ليهم، والنادي الترسانه ده نادي طبعًا كبير جدا، نادي عريق يعني. طبعا يعني بس هم نادي زد ماله ومال الموضوع اصلا يعني، احنا كنا في حته وهم في حته ثانيه خالص. حتى الكلام ده كان بيأثر فيكم انتوا كلاعبين بينكم ومن بعض، لما برضو اخر الموسم حصل موضوع رعايه المنتخبات وزد كانت الشركه الراعيه بالناحيه التمويليه، فالناس قالت انه ده المهندس ماجد سامي يعني وصف ده بانه تضارب مصالح. انتوا كلاعبين بتشوفوه كده او بتتكلموا على انه الناس بصلنا ازاي او انه الاعلام بيتكلم علينا بالشكل ده او لا؟ لا لا لا، بص طبعا عشان اقفل بس قصه الحكام دي في الاول، احنا لعبنا 30 ماتش السنه اللي فاتت، احنا تقريبا ماكسيموم 10 ماتشات جالنا الحكام اللي هي اللي انا بكلمك فيها دي. في ال 20 ماتش التانيين كان بيجي لنا حكام
عاديين يعني اللي هم كويسين مش مصنفين بس مش التصنيف مصنفين الاول فمش كل ماتش كان بيجي لنا الحكام ده عشان مثلا الكابتن فهيم يقول الكلام ده والنقطه الثانيه زي ما انا بقول لك هو بالنسبه لنا احنا ده انت بتجيب احسن حكم في مصر يحكم لك فانت واثق مليون في الميه ان ما فيش اصلا حاجه وبعدين مش هيبقى في نقطه ثانيه مهمه جدا يعني هنا احنا ماتشاتنا كلها في ملعبنا كانت مذاعه على اون تايم سبورت يعني لو في عايزين نعمل حاجه ماتشاتنا كانتش هتتذاع ماتشاتنا في ملعبنا كلها كان اون تايم سبورت واخدها والحكام دي جات لنا كلها في ماتشات حاسمه احنا ودجله احنا والقناه ماتشات اللي هي مع المنافس المباشر فماتشات كلها حكام اللي هو انت واثق مليون في الميه ان مش هيبقى في غلط فدي نقطه وقفلناها النقطه الثانيه كنا بناخدها دوافع أيوة. كانت بتعمل لنا الدوافع. دوافع طبعا دوافع بشكل كبير وكنا احنا عارفين الكلام ده بيتقال وعارفين ان احنا هيتقال الكلام ده من اول السنه لغايه اخر السنه لغايه ما انت تنجح هيفضل يتقال عليك الكلام ده لغايه دلوقتي ناس برضو بيشككوا في ان نادي زد ده صعد بسبب الفلوس او نادي زد في الدوري الممتاز هيبقى كذا كذا عشان مش عارف اللي ماسكه فاهم ده كلام ده طول ما انت في مجال الكوره مش هتخلص من اللغط ده انت هو في الحياه عموما مش هتخلص من في الحياه عموما كلام الناس فاحنا يعني. بالنسبه لنا الحاجات دي كلها دوافع بالنسبه لنا بناخدها دوافع بتزودنا دوافع ان احنا بنشتغل اكتر احنا جينا قبل ماتش دجله كنا قاعدين معسكر 3 ايام وعرفنا باللي حصل والكابتن مجدي اتكلم معانا ويا جماعه الماتش ده هيتذاع الماتش ده يكاد يكون ممكن عشان ما بلغش ان مصر كلها تشوفه بس ماتش حاسم من اللي هيكسب هيبقى موجود في الدوري الممتاز فاعتقد ان فئه كبيره هتشوفه فانتوا ردوا ملعب قدامكم ردوا وروا الناس ووروا الناس اللي هتشوفكم هل فعلا احنا بنتساعد هل فعلا فرقه زد دي فرقه ما تستحقش انها تبقى موجوده في الدوري الممتاز احنا كنا عايزين نتعادل احنا كسبنا 3-1 الحمد لله عملنا ماتش كبير الماتش اللي بعده كنا صعدنا رحنا لعبنا السكه في السكه كسبنا مظبوط فاحنا كسبنا كل المواجهين المباشرين احنا السنه دي ما اتغلبناش غير ماتش خلي بالك يعني اتغلبنا ماتش واحد القناه الدور الاول وكان ماتش برده السيناريو بتاعه كان غريب جدا فده كلام احنا هنرد جوه الملعب واعتقد الحمد لله برده الناس اللي موجوده ما حدش طلع السنه اللي فاتت خالص رد على اي حد طول السنه بيتقال علينا ما فيش واحد جوه النادي طلع قال ده بيتقال علينا كذا ما ينفع مع ان الموضوع سهل جدا انت عارف اسهل حاجه ان انت تطلع ترد والناس ردت في الملعب واسهل حاجه الكلام والناس ردت في الملعب الشغل دايما صعب الشغل دايما هو اللي صعب طب انا عايز العب معاك لعبه كده بس قبلها اسالك علي لطفي جاي لكم اعتقد بنسبه كبيره ان شاء الله الشناوي رحيله بتشوفه ازاي بسالك هنا على كاهلاوي يعني لا مؤثر طبعا جدا رحيل الشناوي دلوقتي اعتقد هيبقى صعب جدا جوه النادي الاهلي توقيت انت كمان كنادي ما اعتقدش ان انت مهيئ نفسك ان انت تستغنى عن الشناوي في التوقيت ده طبعا علي جول كبير وشوبير انا نفسي كمان مصطفى يلعب دلوقتي يعني نفسي مصطفى طبعا الشناوي اكيد هيبقى موجود سنه سنتين بس انا نفسي مصطفى ياخد من بدري خلاص انت هتبقى ضامن ان انت عندك جول ان شاء الله 10 15 سنه يلعب جوه النادي وانت قافل الموضوع ده فطبعا توقيت خروج الشناوي دلوقتي اكيد هيبقى مؤثر جدا بس اعتقد لو خرج دلوقتي بالعرض اللي موجود ده اعتقد عرضه هو مش هيبقى صعب يترفض يعني واعتقد ان النادي الاهلي قادر ان هو يحل الموضوع ده برضه بس هيحلها ازاي ده لو علي ماشي والشناوي ماشي ما اعتقدش ان لو الشناوي مشي علي هيمشي ما اعتقدش صح واعتقد برضه ان حتى لو الشناوي مشي اعتقد ان النادي الاهلي هيجيب جول اعتقد يعني ما حتى هيبقى موجود لو مع علي وشوبير بس اعتقد ان هم ممكن يفكروا ان هم يجيبوا جول يعني طيب ما تيجي نلعب لعبه مع بعض يلا بينا في تاريخ اللعيبه اللي انت لعبت معاهم او شفتهم قبليك او بعديك او دلوقتي هديك صفة وانت قول لي مين اكتر واحد بتمثله الصفة دي تمام؟ تمام القيادة القيادة هما اتنين مين؟ غالي واحمد حسن غالي واحمد حسن ضربات الراس ضربات الراس فلافيو طبعا فلافيو الابداع تريكا توقع ومساحات توقع بركات بركات اللياقة البدنية اللياقة البدنية ما شاء الله يعني أحمد فتحي ما شاء الله المرونة المرونة متعب متعب التدخلات جمعة بدون تفكير ثانية السرعة السرعة الناس اللي لعبت معايا أي حد يعني أكتر حد بيكون شايفه غالبا اللي لعبت معايا في كذا حد كان سريع قوي يعني ما شاء الله بركات كان سريع جدا لويس اللي هو الاجنبي اللي معانا في المقاولين لويس هينستروزا هينستروزا سريع جدا طياره سريع جدا ما شاء الله يعني دول تقريبا اكتر ناس فاكرهم دلوقتي رجل يمين رجل يمين مين اول حد بيجي في بالك لما تقول رجل يمين تريكه برضه رجل شمال رجل شمال سيد معوض سيد معوض طيب اكتر لاعب من جيلك
دي لعبة تانية في دقيقة بالظبط يليق عليه اللقب اللي أنا هقوله لك، أوكي؟ المشاكس. المشاكس. آه. من نقول مين على المشاكس؟ ممكن نقول غالي شوية. غالي. اه مشاكس فعلا غالي. حتى وهو عضو مجلس اداره غالي، خلي بالك كان صعب قوي في التقسيمات والحاجات دي، ما بيعديش كل حاجه كده، لازم يكسب ولو بسيط بس غلط يزعق لك، الدنيا كانت صعبه. الاكيل. الاكيل حسام عاشور. النايم. النايم معتز اينو، ده مش طبيعي، بطلش نوم. يا لهوي ده بينام الساعه 9، ده مش طبيعي، بينام بدري قوي. حسام عاشور بتكلمه لسه؟ ايه اخباره؟ والله هو كويس، كويس جدا. مش عايز اقول لك الفتره اللي فاتت اكيد بيمر بحاله مش يعني، اكيد كان نفسه الامور تمشي بالنسبه له بشكل احسن، كان نفسه لغايه السنه اللي فاتت دي يلعب، كان بيدور على ان هو يلعب يعني، بس الامور ما مشيتش زي ما هو عايز. هو دلوقتي يعني عايز يبدا ياخد خطوات، يشوف هيعمل ايه، اذا كان هيشتغل في الاعلام او في التدريب يعني بدا خلاص لكن خلاص الكره الكارير انتهى، خلاص الكرة. اعتقد بالنسبه له الموضوع بالنسبه له انتهى. هو كان بيفكر زي ما بقول لك السنه دي، كان عايز يبدا السنه دي ان هو يبقى يكمل لعب، لا الامور مش ماشيه، فاعتقد ان هو خلاص هيبدا ياخد قرار بخطوه ثانيه يعني. ربنا يوفقه، لعيب كبير قوي ومسيره محترمه جدا حسام عاشور، ممكن تكون مش النهايه الاسعد او الانسب لمسيرته، لكن هو في الاخر كل نهايه ليها بدايه جديده ان شاء الله. يا رب، نفسي نفسي فعلا الحقيقه الامور تتظبط مع عاشور، عشان عاشور فعلا شخصيه طيبه جدا، وعمل يعني عمل كل حاجه جوه النادي الاهلي وتاريخه جوه النادي، حتى لو غلط فهو غلط غير مقصود يعني. نرجع للالقاب تاني. الطيب. الطيب. طيب. حسن الشامي. حسن الشامي صاحبك ده، عشان ده اخويا. بس هو طيب فعلا. لا طيب جدا حسن. طيب حبيبي اخويا، لسه مكلمه النهارده هو على طول معايا. سلامنا لحسن الشامي الجميل. العصبي. العصبي كابتن عماد النحاس. عماد النحاس عصبي جدا. عصبي جدا مع انه ما يبانش عليه، بس ما يبانش صح. عندك حق، بيتعصب صح. صعب. المثقف. المثقف. مفيش حد مثقف. مش منطقيه لعيب كوره ومثقف. لا في في عارف طبعا، في ناس فضل. فضل فضل حقيقي، مثقف جدا جدا صح. جدا. الخلوق. اخر اثنين. الخلوق هنقول برضو تريكة وفضل. برضه تريكة وفضل. الفنان. الفنان. فنان ايه في الكوره يعني؟ في اي حاجه. الفنان تحس ان هو ممكن يكون بيغني مثلا عادي. يعني اللي ممكن يكون ممكن يمثل شويه. جده. جده. حقيقي صح. واخيرا الرايق. لا هو الرايق جده. الرايق جده. الفنان دي خلينا نغير. الفنان دي اقول لك انا الفنان مين؟ هاني العجيزي. هاني العجيزي صح. يمشي يمشي، يمشي قوي. هاني موديل كده والدنيا حلوه. الرايق ده جده رسمي. محمد سمير نجم الكرة المصرية، نجم نادي زد، كنت وحشنا ومبسوطين بعودتك للدوري مرة تانية، ومتفائلين بالموسم اللي جاي نشوفك كالعادة من أبرز لعيبة الدفاع والهدافين كمان في المصرية. ربنا يخليك يا هاني. الحمد لله رب العالمين. طبعا بشكرك جدا على الحلقة الجميلة دي، وفعلا كنت وحشني جدا، اتأخرت بس معلش جت في الوقت المناسب. أيوه. وإن شاء الله دايما متألق كده، وفعلا من أحسن الإعلاميين اللي موجودين جوه مصر. شكرا. بنتمنى لك دايما التوفيق، وإن شاء الله أشوفك دايما على خير. نورتني وشرفتني كابتن محمد. نورنا الكابتن محمد سمير، وأنتم كمان كالعادة نورتونا النهاردة. غدا بإذن الله لقاء جديد في تمام 11 مساء من الماتش، فتحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء. Whoa!